ورحمة الله وبركاته، ولعلكم بخير، وهذا أروع ما يكون وكنت حد يفكرني عن امتحان فارما النهاردة، فعاوزين نخلصه بدري، بقاله 5 دقايق وربع ساعة، فهخلص قبليها بربع ساعة عشان حضراتكم يتسنى لكم انكم تروحوا الامتحان. كانت الظروف ان النهارده مفيش كلام جديد هقوله، وان كان مواضيع كاتيجوري ايه، ولكن دي تجميعه مما سبق ان انتوا خدتوه، فمفيش كلمه جديده النهارده، ولكن الموضوع كله جديد، لان احنا كنا بنقول كلمه وما نشرحهاش، ويقعدوا يقولوا لنا هي ايه، معناها ايه، جت من ايه. ما تقلقش، مفيش حاجه هنسيبها لك، بس انت اطلع جدع وذاكر. النهارده هنكمل مع بعض الشابتر الرائع، الشابتر الانفلاميشن. واول حاجه هنبدا بيها هي السيلز اوف اكيوت انفلاميشن. تبقى السيلز اوف اكيوت انفلاميشن كاتيجوري ايه، ودي قلناها قبل كده حضرتك. مين اكتر خلايا تكيف دمع كل ايه؟ هما اللي قالوا انتوا. طيب افتحي عشان الجو حر. الاول اللي جه افتح الزرار يا دكتور، مش مفهوم الزرار. السيلز اوف اكيوت انفلاميشن، لو انتوا سهرانين، لو انتوا حرانين خلاص. السنس اوف اكيوت انفلاميشن ده كاتيجوري ايه؟ تيجي سؤال في الامتحان، تيجي كجزء من الكيس. ماشيين قاعه هناك يا كل، مش في قاعه هنا؟ طب ما تفتحين خلاص. السنس اوف اكيوت انفلاميشن بتيجي دايما جزء من سؤال الكيس، لان حضراتكم انا قلت لكم كيس، الكيس دي مش من بنات افكاري، الكيس مقررة عليكم بتناقش في الميوزيوم. السيلز اوف اكيوت انفلاميشن كان فيها السؤال ده، بس انتوا كنتوا المفروض تجاوبوه لان انتوا خدتوها قبل كده. السيلز اوف اكيوت انفلاميشن، مين اكثر خليه بنشوفها في الاكيوت انفلاميشن؟ اتفضل. تعالي بقى هنا، دخلوا في القاعه، اللي هيخش في مكان يخش هنا، بدل ما يفتحش. السيلز اوف اكيوت انفلاميشن، ايه اشهر خليه بنشوفها في الاكيوت انفلاميشن؟ اشهر خليه في الاكيوت انفلاميشن اسمها النيوترون. حضراتكم اللي اسمها الثاني مايكروفيج، اللي اسمها الثالث خليه زي ايه، اللي اسمها الثالث بوليمورف نيوكليير ليكوسايت. حضراتكم دي اول خليه بتطلع في الاكيوت انفلاميشن. حضراتكم مين اشهر بكتيريا بتاتراكت هذه النيتروفيل؟ وقلناها الكوكاي. والكوكاي دي موستلي بتعمل اي نوع من انواع الاكيوت انفلاميشن؟ البايوجينيك، فهي مور بريدوميننت ان بايوجينيك انفلاميشن. الناس اللي بتخش الناحيه دي واللي بتدخله في كراسي جوه يخشوا فيها. السيلز اوف اكيوت انفلاميشن، the most predominant cell in acute inflammation is the neutrophil، اللي اسمها الثاني مايكروفيج، اللي اسمها الثالث بوليمورف نيوكليير ليكوسايت. هي most predominant in biogenic inflammation cocci. وحضراتكم هذه الخلية لما تموت، ايه يا حبيبي؟ ما تدخله من هناك. اللي اسمها الثاني اما تموت بس سيل، وعشان كده في الكيس اللي كتير منكم مفروض حلها، كان ايه الخلايا اللي بتشوفها في هذه الحاله والكيس كانت ابندسايتس؟ كان نمبر 1 كان النيترو، بس مش هي الوحيده، لان بعديها ب 24 ساعه بتظهر خليه تانية. حد عارف اسمها؟ كان اسمها ماكروفيج الاكيوت انفلاميشن. الماكروفيج، الخلايا الأكولة الكبيرة، كانت موستلي جاية منين؟ من البلاد مونوسايت. كانت إيميجريتنج بلاد مونوسايت،
اما المونوسايت تطلع بره الدم تبقى في التيشوز يبقى اسمها ماكروفيج. ولكن الماكروفيج بتيجي من حته تانية. السورس اوف ماكروفيج قلناها قبل كده حاجه من ايه؟ لاما نمبر 1 ايميجريتنج بلاك مونوسايت، لاما نمبر 2 اكتيفيتد تيشو استيوسايت. في النهايه هيبقى وظيفتهم ماكروفيج. في حضراتكم احتمال ثالث في possible variation. ودي قلناها حضراتكم، احنا مش خدنا من انواع الاكيوت نون سبيوريتيف انفلاميشن الالرجيك انفلاميشن. حضراتكم كان ايه اشهر خليه بنحذف فيها ان في هذا التيشو الالرجيك انفلاميشن؟ ايزينوفيل. فالقاعده بتقول في اي اكيوت انفلاميشن اشهر خليه النيوتري. تعرف اكسبشن لهذه القاعده؟ يس. نمبر 1 في حالات الالرجيك انفلاميشن الموست بريدومينانت الايزينوفيل. ليه في الالرجيك انفلاميشن الموست بريدومينانت الايزينوفيل؟ لانها بتحتوي على الهستامينيز اللي بيكسر الهستامين، وهتعرفه في البارازيتيك، بس البارازيتيك دي كرونيك بتحتوي على الميجر بيزك بروتين اللي بيكسر الميمسيس او الديدان. البوسيبل فاريشن لو واحد عنده اكيوت فايرال انفكشن، الفيروس از اوبليجاتري انتراسيلر بارازايت، عشان يموت لازم نموت الخلايا، وعشان الخلايا تموت محتاجه تموت بوان اوف تو ميكانيزم، لا اما هيومورال ميكانيزم. مين الخليه المسؤوله عن هيومورال ميكانيزم؟ بلازما سيل. لا اما تموت بسيلر ديبندنت سايتوتوكسيستي. مين الخليه المسؤوله عن السيلر ديبندنت سايتوتوكسيستي؟ سي تي سي التي ليمفوسايت. مين؟ فبالتالي تعتقدوا رغم ان الفيرال انفلاميشن اكيوت انفلاميشن، مين حضراتكم الموست بريدومينانت سيل ان اكيوت فيرال انفكشن؟ الليمفوسايت والبلازما سيل. فالقاعده بتقول ان اني اكيوت انفلاميشن مين هم الخلايا اللي بنشوفهم بريدومينانت؟ واحد نيترو، اثنين ماكروفيج، ثلاثه بوسيبل فاريشن ان الرجيك ايزينوفيل ان فيرال ليمفوسايت وبلازما. قراءه من بين السطور، هل تعرفوا اكيوت انفلاميشن ممكن يبقى البريدومينانت الماكروفيج مونوسايت اكتر من النيتروفيل؟ يس ان تايفويد، بس دي مش مكتوب. فحضراتكم اكيد فاهمين ليه اشمعنى ان باسيلاي انفكشن زي التايفويد الموست بريدومينانت هم المونوسايت. لان الباسيلاي بتطلع كيموتاكتيك سبستنس فور ماكروفيج مونوسايتس، وهذه التوكسين في نفس ذات الوقت بتعمل ليكوبينيا فبتقلل عدد النيترو. دي طبعا كاتيجري ايه، ودي كانت اجابه الكيس. في بقى النهارده هنراجع كل ما سبق ذكره عن الكيميكال ميديتور. الكيميكال ميديتور هي لسته من المواد الكيميائيه. حضراتكم الكيميكال ميديتور الاندوجينس، لان ايه اشهر كيميكال ميديتور؟ البكتيريا البرودكت. حضراتكم البكتيريا البرودكت هي اشهر كيميكال ميديتور، ولكن النهارده هنتكلم عن الاندوجينس فقط. اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده سيبريت في كل بروسس، لان الانفلاميشن is an action or response. Which type of response? Chemical mediated response. اول chemical mediator واهم chemical mediator هي البكتيريال برودكت، بس احنا مش هنتكلم عنه. لكن حضراتكم الكيميكال ميديتور والهدف التقسيم، دي احنا جبنا سيرتهم كلهم قبل كده، فالنهارده بنجمعهم ليس اكثر ولا اقل. وبعد ما هنجمعهم هنجمعهم على حسب الوظيفه. الاول هنجمعهم على حسب السورس، وبعدين هنجمعهم على حسب الوظيفه. والكيميكال ميديتورز كاتيجوري بي. قبل ما ابدا الكيميكال ميديتورز الاندوجينس كيميكال ميديتور اند ريجيليتورز اوف اكيوت انفلاميشن 9. في 6 منهم بيبقوا سيل درايف. بيبقوا ايه يعني سيل درايف؟ بيجوا من الخلايا. الخلايا اللي هي فين؟ at the site of inflammation.
مين اشهر خلايا بتطلع كيميكال ميدييتور ان اكيوت انفلاميشن؟ نمبر 1 التيشو ماكروفيج الهيستيوسايت، نمبر 2 الماست سيل، نمبر 3 الاندوثيليال سيلز، بالاضافه للليكوسايت اللي وصلت الحته دي. اشهر خلايا بتطلع السيل درايف كيميكال ميدييتور اللي هم سته، هم التيشو ماكروفيج يعني الهيستيوسايت، الماست سيل، الاندوثيليال سيلز اوف ذا بلاد فيسل ان ذيس اريا، بالاضافه للانجريدينج ليكوسايت بعد ما تخرج وتوصل لهذه الانسجه. ودول سته ودول قدامكم باينين بالترتيب. اشهر حاجه البازو اكتيف امين، ثم الاراكيدونيك اسيد ميتابولايت، ثم السيتوكاينز، ثم الرياكتيف اوكسجين سبيشيز مرت علينا قبل كده، ثم النيتروك اوكسايد، ثم اللايزيزومال انزيمز. ولكن اما يحصل انفلاميشن مش بيكون انفلاماتوري ايديما فلويد اكسيديت. الفلويد اكسيديت بيحتوي على بروتينز بتشتغل ككيميكال ميدييت، ودول ثلاثه اشهرهم الكومبلكت، يلي حضراتكم الكواجيليشن كاسكيد، يلي الكاينيز، وكلهم بالكي سواء كومبلمنت او كواجيليشن او كاينيز. نبدا على بركه الله في كل واحده من هذه الكيميكال ميدييتور هنتكلم على نقطتين اثنين فقط، وممكن نزود الثالثه عند الحاجة. بتطلع منين وايه الرول بتاعها؟ ايه الوظيفه بتاعتها؟ في كل واحده من تسعه جروب اوف كيميكال ميدييتور هنتكلم على السورس والفانكشن. عشان كده لما جيت اكتبها في النوتس كتبتها بهذه الطريقه لتسهيل الحفظ. تيجي سؤال في الامتحان يس، والسنه دي متوقع رغم ان هو الكاتيجوري بي، لان في الكتب القديمه ما كناش بنجيبهم ان ديتيل، كنا بنعتمد ان الطالب فهمهم مما سبق ذكر. وحضراتكم اكيد انتوا مش فاكرين انتوا تعشيتوا امبارح، فروحنا مجمعينها الكيميكال ميدييتور ان اكيوت انفلاميشن كاتيجوري بي، ولكن السنه دي يوم ما نحب نجيب سؤال ممكن نجيب منها بالذات اللي هقول لكم عليه. السيل درايفد كيميكال ميدييتور اول مجموعه واشهر مجموعه، ثم البلازما درايف. السيل درايفد كيميكال ميدييتور اول واحده منهم حاجه اسمها الفازو اكتيف امينز. الفازو اكتيف امينز يعني ايه كلمه فازو اكتيف؟ ان جنرال بتعمل فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستراكشن؟ ان انفلاميشن فازو دايلاتيشن، ان هيموستيزيس فازو كونستراكشن. سموها اكتف لانها اكتف دايلاتيشن اند كونستراكشن. حضراتكم الفازو اكتف امين هي الفيرست اند موست امبورتنت ميدييتور ان اكيوت انفلاميشن، هي اول حاجه بتيجي اول حاجه بتطلع. وحضراتكم هي فازو اكتف بتعمل الاثنين. اشهر فازو اكتف امين هو الهيستامين. يلا زي في اي كيميكال ميدييتور هنتكلم على نقطتين. النقطه الاولى السورس، مين الخلايا اللي بيطلع منها الهيستامين؟ اشهر خليه بيطلع منها الهيستامين واحد ماست سيل الخلايا اللبنيه، اثنين البيزوفيل. سمعتوا عن حاجه اسمها البيزوفيل؟ هما دي سموا البيزوفيل بيزوفيل لانها بتحتوي على بيزوفيليك جرانيول لونها ازرق، يعني اسيدك ولا الكلاين؟ اسيدك. واللي انتم ما تعرفوش الهيستامين از اسيد، ده هي اساسا سموها بيزوفيل لانها تحتوي على الهيستامين، لان الهيستامين از اسيدك. المسؤول عن البيزوفيليك جرانيول اللي جوه البيزوفيل هو وجود الهيستامين. اشهر خلايا، على فكره معظم خلايا الجسم بيطلع منها هيستامين، لكن اشهر خلايا في جسمنا بيطلع منها الهيستامين الاكيوت انفلاميشن واحد ماست سيل، اثنين فيزو، ثلاثه بليف، اربعه كل الخلايا، ولكن دول اشهر خلايا بيطلع منها. نمبر 2 ايه وظيفه الهيستامين؟ الهيستامين نمبر 1 فازو دايليتيشن، نمبر 2 نتيجه هذا الفازو دايليتيشن انكريز فاسكولار برميابيلتي، بيزود البرميابيلتي ازاي؟ بالاندوثيليال سيل كونتراكشن ولا الاندوثيليال سيل انجن؟ كونتراكشن ما ينفعش يبقى انجن.
حضراتكم الهستامين هو الموست امبورتنت فازو دايليتور ان انكريز برميابيليتي. احنا قلنا الكلام ده قبل كده ان اكيوت انفلاميشن لان هو بيعمل فازو دايليتيشن وبيزود البرميابيليتي. نزود نقطه الهستامين اللي طلع ده هيحصل له ان اكتيفيشن بيه الهستامينيز. الهستامينيز من دقيقه واحده قلت لكم موجود فين؟ في زينوفيل. حضراتكم لما يبقى في الرجيك انفلاميشن كميه الهستامين بتبقى كتيره جدا فمحتاجين نجيب ايزينوفيل عشان يطلع منها هستامينيز اللي اتكسر بيه الهستامين الكتير اللي طلع. تاني فازو اكتف امين السيروتونين. سمعت عن السيروتونين؟ السيروتونين اسمه العلم الكيميائي 5 هيدروكسي تريبتامين ومطلوب تعرف اسمه الكيميائي. الهستامين اسمه الثاني 5 هيدروكسي تريبتامين. مين الخلايا اللي بيطلع منها السيروتونين؟ اشهر خليه بيطلع منها السيروتونين يمكن هي خليه واحده البليت لان ما فيش خليه بتكون جواها السيروتونين بري فورمنت يعني ما بتطلعش اما الخليه تفرقع الا البليت لان حضراتكم السيروتونين بيطلع والبليت من غير ما تفرقع. حضراتكم السيروتونين بيبقى بري فورمنت ان جرانيول امبليت بيطلع امتى؟ ديورنج بليتليت اجريجيشن لان السيروتونين هل هو كيميكال ميديتور اوف انفلاميشن؟ يس. ولكن ازاي هو كيميكال ميديتور اوف انفلاميشن واهم فانكشن له ان هو بيعمل فازو كونستراكشن؟ لان حضراتكم هذا السيروتونين بيشتغل ككيميكال ميديتور اوف انفلاميشن اند كيميكال ميديتور ان هيموستيسيس فهو بيعمل فازو كونستراكشن. فحضراتكم في مرحله تكوين البليتليت ثرومبس في الاول في المرحله الاولانيه من الهيموستيسيس لان فكره الهيموستيسيس ان انا اعمل فازو كونستراكشن. ولكن هل الفازو كونستراكشن اللي بيحصل في الانفلاميشن من ايرلي تشينجز مش بيحصل حاجه اسمها ترانزيت فازو كونستراكشن؟ هل هو ميديت بهذا السيروتونين؟ لا. ليه مش ميديت بهذا السيروتونين؟ لانه معتمد على اللوكال اكزونال ريفلكس دايركت ستيميليشن باي انجوريس ايجنت. ولكن لو كملنا في سكه الهيموستاسيس بيبقى حضراتكم السيروتونين هو اللي بيكمل الفازو كونستراكشن. ولكن ذكر لان له دور في حالات الانفلاميشن. طالما بيعمل فازو كونستراكشن ايه بقى دوره في الانفلاميشن؟ يعني احنا ليه جبناه هنا من الكيميكال ميديتور اوف الانفلاميشن؟ لان السيروتونين اللي انتوا طبعا مش هتقدروا تجيبوها من دماغكم وان اوف ذا باور ميديتور ذات انكريز فاسكولار برميابيليتي رغم ان بيعمل فازو كونستراكشن ولكن هذا السيروتونين بيزود الفاسكولار برميابيليتي. بيزودها ازاي؟ اندوثيليال سيل كونتراكشن. يعني هو على مستوى السموس ماسل الفيسل بيعمل كونستراكشن لكن بيعمل اكتر منها على الاندوثيليال سيل كونتراكشن. يبقى البورس ان بتوين حصل فيها ايه؟ فتح. السيروتونين اهم رول له في الاكيد انفلاميشن انكريز فاسكولار برميابيليتي. ولكن المؤلف ما قالهاش هنا لان هيرجع يجمعهم بعد شويه. الوقت خلصت اول مجموعه من السيل درايفد كيميكال ميديت كان اسمهم فازو اكتف امين ان جنرال. هذه الفازو اكتف امين اللي هم الهستامين والسيروتونين ايه الحاجه المشتركه ما بينهم از اي كيميكال ميديتور ان انفلاميشن انكريز فاسكولار برميابيليتي؟ ايه الحاجه المختلفه ما بينهم ان انفلاميشن؟ الهستامين فازو دايليتيشن والسيروتونين فازو كونستراكشن ولكن ليس ان اكيد انفلاميشن وانما ان هيموستاسيس. المجموعه الثانيه من السيل درايف كيميكال ميديتور حاجه اسمها الاراكيدونيك اسيد ميتابولايتس. الاراكيدونيك اسيد ميتابولايت دي كتيره قوي وحضراتكم بتافكت الفيريس بايولوجيكال بروسيس ان دي بودي. ولكن هنا ميلي هنتكلم على الانفلاميشن والهيموستاسيس. حضراتكم الاراكيدونيك اسيد ميتابولايت كل واحد منها اكتشف كان اللي اكتشفه حصل على جائزه نوبل. حضراتكم الاراكيدونيك اسيد ميتابولايت until now is mysterious وما كشف عنه قليل. ما
لأن أشهر أراكيدونيك أسيد ميتابولايت إز بروستاجلاندين. سمعتوا عنه؟ مين الخلايا اللي بتطلع البروستاجلاندين؟ وهل كلمة بروستاجلاندين إز ترو نيم؟ هما ليه سموا البروستاجلاندين بروستاجلاندين؟ لو بتفكروا ما بتطلعش إلا بالبروستيت البروستاتيك جلاند فسموها بروستاجلاندين. تعرفوا مين اكتشفها؟ يحكى في قديم الزمان كان في دكتور باثولوجي سيرجيكال باثولوجي نيجرو امريكان، وكان هذا الطبيب وصل لحد مرحله اسيستنت ليكتشر مدرس مساعد في امريكا. واي مدرس مساعد بعد حصوله على الماجستير يبقى مدرس مساعد قدامه 5 سنين لا يحضر اطروح الدكتوراه رساله الدكتوراه ويناقشها فيصبح مدرس، لا اما يطرد من الجامعه مش يطرد بيشتغل عمل اداري. فحضراتكم كانت مشكله هذا الطبيب النيجرو الامريكاني ان هو مخلف عيال كتير قوي، فكان بيشتغل شغلانات اخرى بعد الظهر عشان يوكله. فقعد في رساله الدكتوراه بتاعته 7 سنين 7 سنين فبعتوا له خطاب شديد اللهجه قالوا له قدامك 3 شهور لتناقش رساله دكتوراه، لتشتغل عمل اداري، تشتغل مدير شؤون الطلاب، تشتغل امين الكليه اتسترا اتسترا. فزعل قوي وراح لواحد اصغر منه مدرس امريكاني اكبر قال له شوف ده كان بيتكلم بعد الخدمه معاهم قالوا لي قدامك 3 شهور لتناقش دكتوراه يا اما تطلع بره. قالوا ايه المشكله؟ 3 شهور مور ده هنا انت وراك ايه؟ قال له ورايا ايه سيادة؟ ده انا عندي 10 عيال في البيت غير امهم. قال له بعدين يعني؟ قال له بحتاج ان انا اشتغل حاجات ثانيه مش فاضل الكلام ده. قال له ايه مش فاضل الكلام ده؟ وبعدين تخلف 10 عيال ليه؟ قال له حضرتك احب اقول لك على معلومه، يوم الاثنين ان شاء الله الجاي هيبقى 11 عيل. قال له اشمعنى يعني يوم الاثنين الجاي؟ قال له ان مراتي هتولد يوم الاثنين الجاي. قال له لا سيبك من الكلام ده، بتوع النساء عندهم حاجه اسمها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، الوقت اللي هو محدد للولاده، ان انت بتضيف 9 وتنقص 3 مش مهم حضراتكم، وهذه الايكويشن فاريبل. قال له المدرس الامريكاني الابيض قال له انا قبل كده انا خلفت عيلين، في الاثنين دول كان كل مره احسبها الولية تولد بعد الكلام ده بشهر. قال له لا الاسود بيتكلم. قال له انا عندي في العشر عيال بتولد في نفس اليوم اللي احنا حاسبينه. قال له طب مش شغلتنا دلوقتي، المهم رسالتك. قال له لا خلاص انا عرفت الرساله اللي هعملها. هو كان هدفه يعمل رساله يسلقها بسرعه وعنده الحالات جاهزه. ايه الرساله اللي كان هيعملها؟ كان عاوز يعمل رساله بهذا المنظر. اشمعنى الامريكان من اصول سودة معاد الولاده بتاعهم بيتبع الايكويشن، والامريكان من اصول بيضه ليه معاد الولاده بتاعهم بيتاخر؟ فدي الرساله. هو كان هدفه يعمل رساله تافهه ويناقش بيها الدكتوراه. فقعد يدور يمكن عشان دول سود ودول بيض، يفرق في الاكل؟ يفرق في ايه؟ فما لقاش غير يفرق في حاجه واحده. يفرق في حاجه واحده، الامريكان من اصول بيضاء كلهم اوروبيين معظمهم، وفي اوروبا في تقييد ممنوع الانتركورس بيمنعوه ما بين الراجل ومراته في اول 3 شهور من الحمل واخر 3 شهور. اما الامريكان من اصول سودة ومعظمهم افارقه ما عندهمش هذا التقييد، فبيعملوا الانتركورس مع مراتهم الحامل ايفن بيفور ديليفري. بعد يقول لك يمكن السبرمات بتزغزغ اليوترس تخليه يولد. قعد يدور فاكتشف هذه المادة في السيمن، السيمن بيطلع من البروستاتيك جلاند، فقال لك بروستاجلاند وناقش رسالته وبقى مدرس. وقبل ما يبقى مدرس كل العالم بدأ يكتشف هذه البروستاجلاند، مش في البروستات بس، في كل خلايا الجسم. فخد جايزة نوبل مع العلم ان هو كان الطفل. فدي حاجة من اللي انا بقوله، دايما البحث العلمي محتاج مشكلة، محتاج حاجة وانت تحلها.
حضراتكم البروستاجلاندين برايي بقى انا الشخصي هي الموست امبورتنت كيميكال ميديتور ان انفلاميشن. وبالاحصاء لو انتم مركزين هوريكم ان هي اهم واحده فيهم. البروستاجلاندين السورس رغم ان اسمها بروستاجلاندين بتطلع منين البروستاجلاندين؟ من موست of our body cells, all of our body cells, various cells. ما فيش خلية في جسمنا ما بيطلعش منها البروستاجلاندين. حضراتكم ايه الفانكشن بتاعتها؟ البروستاجلاندين الانفلاميشن اكشوالي ما بتشتغلش على الفيسل. البروستاجلاندين is not a primary chemical mediator. البروستاجلاندين is secondary chemical mediator. يعني البروستاجلاندين بتبوتنشيات الافكت of histamine. والهستامين كان بيعمل ايه؟ بازو دايلاتيشن ان انكريز باسكولار برميابيلتي. فبالتالي هي بتشتغل ككيميكال ميديتور سكند ان هي اما تطلع بوتنشيات الافكت اوف هستامين اون بلاد فيسل فبالتالي بتعمل باورفول بازو دايلاتيشن ان انكريز باسكولار برميابيلتي اند ذس سكندري تو بوتنشيات الافكت اوف هستامين. عشان كده خدناها قبل كده فاكرين ازاي كانت الانترلوكين 1 والتيومر نيكروتايزنج فاكتور كانوا بيعملوا حراره في الجسم عن طريق البروستاجلاند. فده عكس الكلام. البروستاجلاند هي دي موست امبورت كيميكال ميديتور ان اكيد انفلاميشن رغم ان هي في حاله البازو دايليتيشن وانكريس برميابيلتي السكند لان هي بتبوتنشيت الافكت اوف سيستميك. النوع الثاني من الاراكيدونيك اسيد ميتابولايت هي اليوكوترايتس. ليه سموها اليوكوترايت؟ يعني اليوكو يوكو يعني ليكوسايت وترينز يعني اللي طلع من ليكوسايت. الانفلاميشن مين اشهر ليكوسايت؟ النيتروفيل دين ماكروفيت. يبقى بالتالي ايه السورس اوف ليكوترايتس؟ بتطلع منين؟ من نيتروفيل اند سام ماكروفيت. هذه الليكوترايت بتشتغل كايه؟ خدناها وكان اشهر ليكوتراين كان حاجه اسمها ليكوتراين بي 4. سمعتوا عنه؟ سمعتوا عنه فين؟ الطب از كوميوليتد. الطب از العلم از كوميوليتد. مفيش حاجه اسمها خدناها الحصه اللي فاتت خدناها اللي قبليها. النهارده انا ما بقولش كلام جديد. لو انت كنت فاهم القديم هتجيبه كله. اشهر رول لليكوتراين حضراتكم ان هي كيمو تاكتيك. كيموتاكتيك بوث فور نيتروفيل اند ماكروفيج. يعني قراءه من بين السطور هي بتطلع منين؟ من النيتروفيل والماكروفيج. وبعد ما النيتروفيل والماكروفيج تطلع ليكوتراين اللي تجيب مور نيتروفيل اند ماكروفيج. بالاضافه لكده برضو بتعمل بازو دايلاتيشن. لحد دلوقتي خدت كام اراكيدونيك اسيد ميتابولايت؟ واحد البروستاجلاندين هو اهم كيميكال ميديتور ان اكيوت انفلاميشن. حد عنده دليل على اللي انا بقوله؟ هو احنا ليه بندرسكم الكيميكال ميديتور؟ ايه الحفظ الكلام المجعلص ده؟ يعني هيجي لي عيان اقعد اقول له البروستاجلاندين عندك اخبار ايه؟ اعمل له تحليل بروستاجلاندين؟ لان ده تارجت فور دراجز. ده تارجت فور دراجز. مش انتوا عندكم او يمكن لسه ما خدتوش حاجه اسمها الانتي انفلاماتوري دراجز. الانتي انفلاماتوري دراجز بيقسموها ليه؟ استيرويدال ونون استيرويد. والاثنين ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ انتي بروستاجلاندين. لان البروستاجلاندين هو اهم كيميكال ميديتور ان انفلاميشن. مفهوم؟ النوع الاخير من الاراكيدونيك اسيد ميتابولايت وتم اكتشافه حديثا اسمه الليبوكسيد. الليبوكسيد هو the third arachidonic acid metabolite. الليبوكسين بيطلع منين؟ بيطلع زي الليوكوترايين. مين لنين؟ نيوتروفيل and some macrophage. هذا الليبوكسين ايه اهميته؟ في كمان قالك بيطلع من الجلد اللي بتبقى لازقه على الليوكوسايت وهي خارجه مش مشكله. هذا الليبوكسين بيطلع منين؟ بيطلع ميلي من نيوتروفيل and ليوكوسايت. امتى؟ ما هو الليكوتراين كانت بتطلع من النيتروفيل والليكوسايت. ولكن الليبوكسين وانس ان النيتروفيل والليكوسايت خرجت بكميه كفايه ان تيشوز
ومعاها الدليفت تروح مطلعين هم الثلاثه هذا اللايبوكسين يعمل ايه؟ اللايبوكسين له انتي انفلاماتوري افكت. يعني ايه انتي انفلاماتوري؟ يعني بيقلل الليكوسايت ريكروتمنت، بيمنع الليكوسايت ان هي تخرج بكميه كبيره في التيشوز. طب ليه؟ يعني باختصار هو اندوجينس انتاجونست للليكوترينز ان تيشوز. يعني وانس ان الليكوسايت طلعت بكميه كبيره بتروح الليكوسايت شخصيا مطلعه هذا اللايبوكسين عشان تقلل مور ليكوسايت تخرج. حد يعرف ايه؟ ريجوليشن. This is a feedback. لان لو سمحنا ان الليكوتراين ما يبقاش لها انتاجونست مور ليكوسايت هتخرج، فهتعمل مور اندوثيليال سيل انجن اللي هيدخل مور ليكوسايت اللي هيكسر مور تيشوز فيظهر الاوتو اميون ديزيز اللي هو البوست انفكشس اوتو اميون ديزيز. ساعات اوتو اميون ديزيز بتبقى بسبب انفكشن فيحصل ان بكتيريا تخرج، بكتيريا عره فمفروض يطلع لها 5-6 ليكوسايت. لو ما كانش في اللايبوكسين هيطلع لها كم واحد؟ هيطلع لها مليون ليكوسايت. فمش هتموت بس التيشوز، مش هتموت بس البكتيريا، هتموت البكتيريا بالاضافه للتيشوز فيظهر اوتو اميون ديزيز. اللايبوكسين الايفكت بتاعه هو ناتشرال اندوجينس انتاجونست فور ليكوترينز. مونس الليكوسايت خرجت بره البلاد فيسل التيشوز هتطلعها. هذه اللايبوكسين هو عباره عن بروتكتيف ميكانيزم against more recruitment of these leukocytes. كده خدت كم مجموعة من السيل درايف كيميكال ميديتر؟ اثنين. أول واحدة فاز وأكتف أمينز. تاني واحدة أراكيدونيك أسيد ميتابوليز. المجموعة الثالثة السيتوكاينز. السيتوكاينز كلمة سيتو يعني خلية، وكاين مخرج. السيتوكاينز سميت سيتوكاينز لان السيتوكاينز بتشتغل على خلايا جهاز المناعه، بتشتغل على الليكوسايت مينلي. السيتوكاينز سموها سيتوكاينز لان هي الاوامر اللي بتصدرها رؤساء جهاز المناعه لخلايا جهاز المناعه. السيتوكاينز ميل بتطلع من الاكتيفيتد ليمفوسايت وماكروفيج. يعني ايه اكتيفيتد؟ يعني ايه اكتيفيتد؟ اكتيفيتد عرفت ان في عندنا حاجه مشكله حصلت في الجسم. مين بيبقى عن طريق الانتيجين بريزنتنج سيل؟ تعرفوا الاي بي سي سيل؟ اللي هي ميلي مين؟ الماكروفيج. حضراتكم السيتوكاينز بتطلع من الاكتيفيتد ليمفوسايتس والماكروفيج. ليه سموها سيتوكاين؟ لان الفانكشن بتاعتها بتمديريت الفانكشن اوف اذر سيل، ونقصد هنا بالسيلز الليكوسايت، بقيه الليكوسايت النيتروفيل والماكروفيج والليمفوسايت اللي هتيجي تاني اند اتسترا اتسترا. اهم رول للسيتوكاينز ان اكيوت انفلاميشن او انفلاميشن ان كتير منهم بيشتغل از كيموكاين. از وات؟ يعني ايه كيموكاين؟ بيشتغل كيموتاكت. اهم رول من السيتوكاينز ان هم بيشتغلوا كهيموكاين. بالاضافه ان في سيتوكاينز احنا خدناها طبعا من ماكروفيج واسمهم تي ان اف، اسمهم مونوكاين بس مش مكتوب عندكم. اللي هم مين؟ اللي هم تيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا اند انترلوكين 1. فاكرينهم دول؟ مروا علينا بيعملوا واحد كانوا بيعملوا فيفر عن طريق البروستاجلاندين، اثنين كانوا بيعملوا ست شوك، ده مش انفلاميشن ده ادفيرس افكت. كانوا بيعملوا ايه تاني؟ بيعملوا ليكوسايتوزس. مش هم اللي كانوا بيشتغلوا از كولين ستيميليتنج فاكتور؟ فبالتالي بيعملوا ليكوسايتوزس. بس المؤلف هنا نسي ان انتوا لسه صغيرين، فبدل ما يكتب ليكوسايتوزس راح كاتب نيتروفيليا. خدتوا بالكم من تحت في الفانكشن ان هم بيعملوا فيفر؟ ما انتوا خدناها. ليثرجي، كنت عارف كلمه ليثرجي؟ ليثرجي يعني خمول، تتنيح. لما يكون عندك برد تبقى خامل كده مش هذاك، مع العلم لما يجي لك برد والفلان تذاكر ولا ما تذاكرش؟ دي الفرصه الوحيده للمذاكره. دي سيستميك افكت
بيعملوا نيتروفيليا. يعني ايه نيتروفيليا؟ ليوكوسايتوزس. النيتروفيليا يعني ليوكوسايتوزس. ايه كمان؟ من حيث اللوكال افكتس حضراتكم اهم رول لهم ان هم فاكرين الاول خطوه من خطوات الليكوسايت ريكروتمنت مارجينيش رولينج. الرولينج والخطوه اللي بعديها البيجمنتيشن مش كانت معتمده على السلكتين والانتجرين؟ مين حضراتكم اللي بيؤمر الاندوثيليال سيلز ويؤمر الليكوسايت ان هم يكسبرس هذه الريسبتور اند ذير ليجنز؟ السيتوكاينز. السيتوكاينز بيعملوا حضراتكم الاكسبريشن of this receptor in both endothelial cells and leukocyte. حضراتكم وبتجيب كمان fibroblast ولكن ملاش رول هنا في الانفلاميشن. السيتوكاينز to summarize. السيتوكاينز and function modulate of other cell in inflammation. حضراتكم رول بتاعها modulation. مين معظمهم بيشتغل واز كيموكاينز. يعني ايه كيموكاينز؟ كيموتاكتيك سبستنس. ولكن المونوكاين. يعني ايه المونوكاين؟ اللي هي السيتوكاين اللي بتطلع من الماكروفيج. الا وهم اهلا شفت على طول كل واحد سالني ديتيل واحد مش بيعمل كذا هتجمع لك ما تخافش. اول ما بدانا نقول كلمتين كل الكلام ده اتقال قبل كده اتقال قبل كده ولكن ده التجميع بتاعته. حضراتكم المونوكاين اللي هم تيومن نيكروتايزنج فاكتور الفا اند انترلوكين 1 المين رول بتاعهم بيعملوا فيفر ومعاها ليثرجي وهيدروفيليا يعني ليكوسايتوس. واللوكال افكت بيخلي الاندوثيليال سيلز والليكوسايت اكسبرس الريسبتور ودير ليجن عشان تعمل بيها الخطوات بتاع الليكوسايت ريكروتمنت. مفهوم اللي انا قلته؟ اما دورها في الفايبروبلاست اللي هنا مش من الانفلاميشن ليتر اون فور ريتنج. العيلة الرابعة من عائلات الكيميكال ميديت السيل درايف حاجة اسمها الـ ROS. تعرف عن الـ ROS؟ الرياكتيف أكسجين سبيشيز. الرياكتيف أكسجين سبيشيز بتطلع من ايه؟ بتطلع من ايه؟ ايه الخلايا اللي فيها ROS نورمال؟ كل الخلايا اللي فيها ROS؟ نو. انا بتكلم ايه؟ انفلاميشن. مرت علينا مين اللي بتكسر البكتيريا والكلام ده؟ النيتروفيل والماكروفيج. حضراتكم الـ ROS بتبقى موجوده في الاكتيفيتد نيتروفيل والماكروفيج. طب اقرا من بين السطور مين اللي فيه ROS اكتر؟ النيتروفيل ولا الماكروفيج؟ الماكروفيج طبعا لان النيتروفيل ميل التكسير بتاعها بيبقى عن طريق اللايزوزومال انزايمز. ولكن اكتر حاجه فيها ار او اس نورمالي في جسمنا هي الماكروفيجز. السورس اوف ار او اس هو الاكتيفيتد نيتروفيل اند ماكروفيج. الفانكشن بتاعتها بتعمل ايه؟ بيعتمد الفانكشن بتاع الار او اس نمبر 1 على الليفل بتاعها، نمبر 2 على وجودها مكانها فيه. فلو في عندنا ار او اس جوه اللايزوزومز بعتقد ليه ربنا خلى جوه اللايزوزومز في ار او اس؟ ايه هدفه؟ ديجريديشن كيلينج ديستراكشن اوف الميكروبس اند التيشو اللي اتاكلت. فوذين اللايزوزومز الفانكشن تو ديستروي الميكروبس اند نيكروتيك سيلز بالعقل يعني. طيب لو حصل ان هي ات لو ليفل، يعني ايه ات لو ليفل؟ خرجت بره الماكروفيج لما ماتت والنيوتروفيل بس اتلو ليفل. اتلو ليفل هذه الار او اس بتزود الكيموكاين سايتوكاين اند ادهيجن مولكيول اللي هم اقصد بيهم السلكتين والانتجرين في الليكوسايت والاندوثيليال سيل. يعني تشتغل ك سايتوكاين. حضراتكم في ناس ما بتقولش ان من الكيميكال ميديتور ار او اس وبتقول ان الار او اس از سايتوكاين. يعني تنفع تبقى سايتوكاين ولا ما تنفعش؟ تنفع طبعا لانها بتطلع منين؟ من الماكروفيج والنيوتروفيل. بس المشكله كلها ان هذه عشان نقول عليها سايتوكاين يبقى دي الوظيفه الوحيده لها. ولكن تشتغل كسايتوكاين ات لو ليفل لما تخرج بره. لحد دلوقتي في كام وظيفه للار او اس؟
على حسب مكانها. لو حضراتكم جوه الخلية لسه ما طلعتش يعني within lysosome بتعمل ايه؟ بتدستروي بتكسر البكتيريا والنيكروتيك سيلز. طب اتلو ليفل بره الخلية بتعمل ايه؟ اتلو ليفل بره الخلية بتشتغل كسيتوكاين يعني كيموكاين سيتوكاين وتكون الانتيجن مولكيول اند دير ليجند. ات هاير ليفل حضراتكم احنا قلنا وظيفتها قبل كده، مش احنا قلنا من وظائف الماكروفيج اللي هي الوظيفه رقم 2 ليبريشن اوف ذا سابستنس ذات كان ديستروي الميكروب والاكسترا سيلر مش عارف ايه صح، فدي الوظيفه الاساسيه. ولكن للاسف ات هاير ليفل هل هتموت الميكروب بس ولا هتموت كمان التيشو اللي موجود عليها الميكروب؟ ات هاير ليفل بميه نار الهيدروجين بروكسيد والسوبر اوكسيد اللي بيطلعوا دول بيعملوا ماركت تيشو انجري. ماركت تيشو انجري عن طريق ثلاثه ميكانيزم. نمبر 1 دايركت ديستراكشن اوف تيشو يعني تموت الخلايا نفسها. نمبر 2 ديستراكشن اوف اندوثيريال سيلز تعازي الفيسكل فبتؤدي الى برميابيليتي زياده او اسكيمي. نمبر 3 هذه الار اس بتكسر الماتريكس لايكوبروتين اللي موجود ما بين الفيسل وما بين التيشوز. حضراتكم هذه الـ ROS at higher level بتكسر الجسم بتاعك قراءة من بين السطور. احنا ليه بنقول لكم الكلام ده؟ هي دي function؟ نو. ده adverse effect. ليه؟ انتوا عارفين ان في بكتيريا مين بتأذينا عن طريق ان هي بتinduce a higher level of ROS. يعني لو البكتيريا دي دخلت، البكتيريا دي مشكلتها ان هي highly attractive for macrophage وبتجيب الماكروفيج وبتستيميليت الار او اس جواها بشكل رهيب، فيطلع الار او اس الرهيب ده هوك على البكتيريا بره الماكروفيج فتصب عليها ميه نار. فحضراتكم البكتيريا ما تموتش والتيشو هي اللي تنزل. والاحسن اكزامبل تيجي عارفين لو حصل الوقت دي حاجه بيسموها الجينيتك تارجت فور ثيرم. انتوا عارفين بكتيريا السل دي لو جهاز المناعه شافها قدام فما طلعلهاش انفلاماتوري سيلز مش هتعمل فينا حاجه. And this will be the best treatment of TB. احسن علاج للتي بي هيبقى كده ان تخش هذه البكتيريا فجهاز المناعه يطفش ما يبعتلهاش ماكروفيج كتيره ولا ليمفوسايت ولا الكلام ده، فبالتالي ما تطلعش او ار اس اللي هي بتكسر جسمنا. لان نورمال بكميه قليله من الار او اس احنا عندنا بروتكتيف ميكانيزم خدناها قبل كده تحمينا منها. مين اللي بيحمي جسمنا من النورمال ار او اس ليفل؟ البروتكتيف ميكانيزم اللي هما واحد اهم انزيم سوبر اوكسايد ميثيز و جلوتاثيون اللي هو الانتي اوكسيدنت اللي هو ميلي فيتامين اي والكلام ده. ده at low level ده موجود في الدم وموجود في التيشو. ولكن at pathological level في هذه البكتيريا ساعتها الـ RS هتدمر جسمك. لحد دلوقتي خدت كام مجموعة من السيل درايف الكيميكال اللي ديت؟ واحد ربي يعلم الشطار. لو جيت سألتك دلوقتي ايه الـ RS مش هتديك؟ واحد بازو اكتب امين هيستامين وسيراتونين. اثنين اركيدونيك اسيد ميتابولايت. كانوا كام واحد؟ البروستاجلاندين ولا الليبوتراين ولا الليبوكسين؟ في كلمه واحده الليبوكسين بيشتغل عكس مين؟ الليبوتراين. رقم ثلاثة سايتوكاينز. ايه اهم وظيفه للسايتوكاينز؟ هنجمع في النهايه لان مش هعتمد عليه، هستنى لحد ما اجمعهم في النهايه. ها كيموتاكسس لانها بالكيموكاينز. نمبر 4 كان اسمها مجموعه الار او اس. يعني ايه ار او اس؟ ايه الفانكشن بتاع الار او اس؟ على حسب مكانها والليفل بتاعها. فهي بتشتغل بلو ليفل از انتي انفلاماتوري سوري بوتنشيال الانفلاماتوري افكت سايتوكاين، ولكن ات ذا هاير ليفل هي اللي بتدستروي اور بوت. المجموعه الخامسه نيتريك اوكسيد. بسبب اكتشاف النيتريك اوكسيد اخر جائزه نوبل في الطب، لا مش اخر جائزه، اخر جائزه نوبل في الطب على فكره كان من اسبوع تعرفوه؟ اه اتاخدت بسبب ايه؟ اللي هو السيركاديان ريزم. السيركاديان ريزم موليكولار ريزم السيركاديان ريزم مش مهم لسه ما تعرفوش اتاخدت بسبب ايه؟
جائزة نوبل سنة 2001 اتخذت في الطب بسبب اكتشاف النيتروكوكسايد بسبب اكتشاف والرول بتاعه اسباز ودايليتور خدوا بيه جائزة نوبل. وكان مش واحد، كان مجموعة من العلماء الامريكان، لان هم اساسا اكتشفوه واكتشفوا الدواء اللي يطلعه. ايه اشهر دواء يا جدعان يطلع النيتروكوكسايد؟ ايه الدواء اللي بيشتغل على تايب 5 سايكلينج جي ام بي فبيطلع الريليس اوف نيتروكوكسايد؟ السيلدينافيل. السيلدينافيل، شاطر يا دكتور. تعرفوا السيلدينافيل؟ الفياجرا. حضراتكم الفياجرا اول ما اكتشفت كدواء بروتوتايب بيشتغل على النيتروكوكسايد. شوفوا اللي اكتشف الفياجرا خد نوبل، لان بيشتغل از باور فور فازو دايليتور وذاوت انكريز اوف ماسكولار بيرميابيلتي وذاوت ريكروتمنت اوف ليكوسايت. لان كل الادويه اللي كانت بتزود البيرميابيلتي بتعمل فازو دايليتيشن بتعمل ليكوسايت ريكروت، فبالتالي ما كانوش قادرين يعالجوا الامبولس. اما اكتشفوا حاجه سيلكتيف تعمل باور فور فازو دايليتيشن وذاوت ليكوسايت ريكروتمنت خدوا نوبل. النيتريك اوكسايد از شورت ليفد، ما بيقعدش فتره طويله الاكشن بتاعه، لان ما فيش في جسمنا ضده بروتكتيف ميكانيزم. النيتريك اوكسايد از شورت ليفد سولوبل جاز، يعني هو مش ليكويد زي جاز، وعشان كده البنتريشن باور بتاعه رهيبه. از شورت ليفد جاز سولوبل جاز. هذا الغاز بيبقى بروديوس باي ميني سيلز، كل الخلايا بتطلعه. حضراتكم ميلي هو بيعمل فازو دايليتيشن، ولكن في نفس ذات الوقت بيعمل ريدكشن اوف ليكوسايت ريكروت. فدي المعجزه. هو فكره الامبودنس ايه؟ مفيش دم كتير بيخش، فانا هدخله دم كتير من غير ما ادخل ليكوسايت كتير تعمل لنا مصيبه. And this is the action of centrifuge. حضراتكم من اشهر الكيميكال ميديتور النيتريك اوكسايد، ولكن للاسف هل ينفع نعالج الانفلاميشن؟ هل له رول دلوقتي في الانفلاميشن؟ لا. وان كان في ابحاث بتحاول ان هي تخلي تعمل فازو دايليتيشن اوف كيس سيلكتيف في حتت معينه وتزود الليكوسايت ريكروتمنت في هذه الحتت، بيحاولوا يغيروا في التركيبه بتاعته ولكن لحد دلوقتي ما نجحوش. النيتريك اوكسايد من الريسنت كيميكال ميديتور ان انفلاميشن. المجموعه رقم 6 والاخيره، ودي خدناها قبل كده، اللايزوزومال انزيمز. حضراتكم اللايزوزومز في الانفلاميشن من اشهر خلايا بيطلع منها اللايزوزومز النيتروفيل والمونوسايت. اللايزوزومال انزيم ميلي بتطلع من النيتروفيل والمونوسايت. هقول لكم قراءه من بين السطور، وهم جوه الدم ولا لما يطلعوا في التيشوز؟ لما يطلعوا في التيشوز طبعا، ده اكشولي لما يموتوا كمان. الفانكشن بتاعتهم هذه الانزيمز في معظم الاحيان اما بتطلع، احنا خدناها حضراتكم ايه هي الوظيفه او الفانكشن رقم 2 للليكوسايت اكتيفيشن. كلمه اكتيفيشن يعني خارج البرد. ايه الوظيفه رقم 2؟ ليبريشن اوف ذا سابستنس ذات ديستروي، فاهمين حاجه؟ فبيبدا هذه اللايزومال انزيمز بتحتوي على كميه رهيبه من البروتيوليتيك انزيم زي البروتييز زي الكاسبسين بي زي الكاسبسين دي اند اتسترا اتسترا. هدفها ايه؟ قتل الميكروب والنيكروتيك سيلز استراكشر لها، ولكن ممكن تزيل ولا مش تزيل. عامله زي مين بالظبط؟ الرص زي الار او اس، لان اللي جوه اللايزوزوم لا اما انزيم لا اما ار او اس. ايه بقى جسمنا بيحميها ازاي؟ في جسمنا انتي بروتييزز. ايه اشهر انتي بروتييز موجود في جسمنا؟ الفا 1 انتي تريبس. فاكرين الكلمه دي؟ مش قلت لكم من السابستنس اللي ممكن تتحوش اندوجينس سابستنس ولها لكن لها ميوتن جين؟ والمثال عليها الفا 1 انتي تريبس ديزيز. الناس اللي عندهم الالفا تريبس ما بيطلعش من الهيباتوسايت، النورمال لايزوزومال انزيم بتحتوي على هذه الانزيم بتكسر الانسجه من غير ما يبقى فيه بروتكتيف ميكانيزم. فعلى مستوى الكبد يحصل كرونيك هيباتيتس،
وسيروز. على مستوى اللنج يحصل انفيزيما وسيروبي. حضراتكم كل حاجة هنقولها بس اصبروا شوية، لان احنا ما بنقولها انتوا تنسوها اساسا. حضراتكم اللايزيزومال انزيمز، ميل البروتييزس، الكاسبسيد، الكولاجينيزس، بيكسروا التيشوز، وربنا خلق بروتكتيف ميكانيزم، انتي بروتييزس، انتي الاستيزس، انتي كولاجينيزس، واشهرها الالفا 1 انتيبودي. This is the end of the cell mediated chemical mediated. ونعيدهم تاني عشان تتربي عندهم الشطار. واحد باز وقت بقى مين يستمين بسيراتوبين. اثنين اعتيدونيك اسم بتابولاي فروستا جاندي ليكو ترايين اند لاي بوكس. ثلاثة اهلا وسهلا. ثلاثة سايتوكاين اللي بيشتغل مين لياز؟ كيموكاين. واهم سايتوكاينز المونوكاين انترلوكين 1 وتيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا. اللي بيشتغل مين لياز؟ فيبر واليوكوسايتوزس. وبيشتغلوا كام؟ ليمفوسايت ريكروت. فاهمين انا بقول؟ لازم المعلومات تبقى عن بعض. ايه الفرق بين الدكتور والبشمهندس؟ ايه الفرق بين الدكتور والمهندس؟ والاثنين عظماء. المهندس بيشتغل without stress. يعني ايه بيشتغل without stress؟ قاعد في المكتب بيرسم البتاع اللي هو التصميم، بيروح يهندس على العمال ويتاكد ان عمله صح، شغله without stress. فبالتالي عنده القدره اللي لو هو شاكك في حاجه يرجع لها، يرجع لامهات الكتب، يسال واحد صاحبه. الطب مش كده، الطب شغلنا under stress. فبنلاقي انك تكفي انك تبقى حافظ المعلومة، فلازم المعلومة تبقى عند اطراف اصابعك، فلازم تبقى تدخلها كده بهدوء وبالراحة، هتعرف تجيبها. مش اه خدناها في دي، ايه خدناها في دي؟ مش هتلاقي وقت. اوكي اوكي كده خلصنا حضراتكم الليزوزومال انزيم، خلصنا السيل درايفت، وهنخش على الثلاثة البلازما درايفت. يعني السيل درايفت كانوا كام مجموعة؟ ست. البلازما درايفت كيميكال ميديتور، قبل ما اقولهم هما جم منين كلهم؟ جم منين؟ يخرب بيوتكم. هل انتم ملاحظين ان انا كاتب البلازما درايفت كيميكال ميديتور ايه السورس بتاعه؟ جاي منين؟ يعني البلازما. طب والبلازما جت في الحته اللي فيها الانفلاميشن ازاي؟ يعني الانفلاميشن مفهوم ان انا قلته؟ اما جيت اتكلم على السيل درايف قلت لا والله جايه من التيشو ماكروفيج ومن المصل والانفلاميشن سيل. فاهمين حاجه؟ لكن البلازما درايف جت في الانفلاميشن بريدكس ليه؟ لان حضراتكم دي كانت وظيفه الانفلاميشن بريدكس ليه؟ البلازما درايف كيميكال ميديتور ثلاث مجموعات. اول مجموعه الكومبلمنت سيستم بروتين. سمعت عن الكومبلمنت؟ ليه سموا الكومبلمنت كومبلمنت؟ تم اكتشاف الكومبلمنت سنه 1989 تم اكتشاف الكومبلمنت لان لقوا بروتينز جوه البلازما، لان هم كانوا عارفين البلازما بروتينز اللي انتوا خدتوه الالبومين اصغر واحد سيجار شيب، والفايبرينوجين اكبر واحد موليكولار ويت، وفي بعد كده الجاما جلوبلين، ولم يكن مكتشف الكومبلكس. والالبومين ايه وظيفته في الجسم في البلازما؟ الاونكوتيك بريشر تجاوزها بنسميها اوزموت. والفايبرينوجين الوظائف بتاعته الكواجيش، ولكن لو بروتينات جديده، والاميونوجلوبلين وظيفتها الاميونيتي، ولكن لو بروتينات جديده بتكمل جهاز المناعه وبتكمل جهاز الكواجريشن تسموها المكملات. وحضراتكم الكومبلمنت من سي كام لسي كام؟ من سي 1 لحد سي 12. 9 دي جبتها منين؟ هو عشان مكتوب في الكتاب سي 9. حضراتكم لحد سي 9 اللي بيشتغلوا في الانفلاميشن، لكن الكومبلمنت من سي 1 لسي 12. انتوا ما خدتوش كومبلمنت؟ لسه والله. لسه ايه؟ الكومبلمنت دي كانت بتاخد في الفيزيولوجي وكانت بتاخد في البايو. الكومبلمنت من سي 1 لسي 12
ويحصل لهم اكتيفيشن بحاجه اسمها اكسترنسك وانترنسك باس واي. مش مهمتنا حضراتكم من الكومبلمنت اللي لها دور اس كيميكال ميديتور الاكيوت انفلاميشن من سي 1 لسي 9، لان كل واحد منهم بيتقسم لايه بي. حضراتكم اللي بيشتغلوا از كيميكال ميديتور لهم رول في الانفلاميشن من سي 1 لسي 9 بس، لكن الكومبلمنت من سي 1 ل16 السورس من سي 1 لسي 9 لان اكيد خد ده مخدوش. اي كومبلمنت بيبقى عبارة عن 2 بروتينز. حضراتكم يحصل له اكتيفيشن ازاي؟ ال A وال B بروتيولوس وانس ان يفكوا عن بعض بقى ده اكتف وده اكتف، فالاكتيفيشن بيحصل في البروتيولوس. مين اللي بيعملهم بروتيولوس؟ ما خدتوش خلاص بشرية بتوع المايكرو بقى هيشرحها، لان مين اللي بيعمل الكلام ده؟ هو اول كومبلكس بيتكون اللي هو C1Q C1S C1C. الفكرة الكومبلمنت اللي لها رول في الانفلاميشن من سي 1 لسي 9 لان هي موجودة في البلازما inactive. inactive ازاي؟ اي كومبلمنت في بعض A و B لازقين في بعض بسبب اكتيفيشن للكومبلمنت الاولاني بيبدأوا يفوق، فبقى كل واحد فيهم active. اللي يهمنا مش ازاي اكتيفيت، لان دي شغلة مايكرو ممكن، بس قبل كده كانت شغلة فيزيولوجي، قبل كده كانت شغلة بايو. اما يبقوا اكتف يعملوا ايه؟ اهم دور للكومبلمنت باسكولار افكت. مين اشهر حاجه بتعمل باسكولار افكت؟ السي 3 اي والسي 5 اي. مين السي 5 اي والسي 3 اي يعملوا باسكولار برميابيليتي بيزودوه ازاي؟ هل الكومبلمنت سي 3 اي سي 5 اي بيروحوا يشتغلوا على الاندوثيليال سيل يعملوا اندوثيليال سيل كونتراكشن بيزودوا البرميابيليتي؟ نو. حضراتكم الكومبلمنت C3A C5A بيعملوا degranulation of muscle، فما يعملوا degranulation of muscle هيليبريت والاستامين بيعمل vasodilation and increase permeability وهو المطلوب. الكومبلمنت بتشتغل كvasodilator not direct وإنما secondary للاستامين release from muscle والفيزوفيل كمان. ايه ده؟ انا خدت قبل شويه chemical mediator كان مش بيبوتنشيت الافكت اوف الهستامين او الاندوثيليال سيل، كان البروستاجلاند. الكومبلمنت هم اللي بيخلوا الهستامين يطلع مش بيزودوا الفانكشن بتاعته. تاني وظيفه ليكوسايت اكتيفيشن ادهيجن اند كيموتاكس. وده خد تاني، كان مين اشهر كومبلمنت بيشتغل في الكيموتاكس؟ C5A. طب C5A كان بيشتغل كمان كايه؟ فازولايت. اخر رول للكومبلمنت بيشتغلوا في الدستراكشن فاجوسايتوزس. مين بيشتغلوا ازاي؟ اشهر كومبلمنت بيشتغل حاجه اسمها C3B مش C3A. C3B وظيفته في الفاجوسايتوزس اللي بيشتغل از اوبسينين. الاوبسينين فيها البي، افتكر C3B اوبسينين. ولكن اهم كومبلمنت بيشتغل في الدستراكشن الخلايا البكتيريا حاجه اسمها السي 9. حد يعرف السي 9 بيشتغل ازاي؟ ما خدتوش تعرف ازاي. السي 9 بيشتغل ان بيتكون حاجه اسمها الماء. عارفين الماء؟ الماء مش ماكينتوش الماء حاجه بيسموها ممبرين اتاك كومبلكس، لان السي 9 بيعمل خرم في السيل وول، بيعمل زي بلاعه بيبقى 9 في السي 9. طب يخرج البكتيريا وانس ان الكرم الممبرين باظ الهوميوستاسيس، تبدا يخش جواها ميه وتروح مفرقعه البكتيريا. دي حاجه اسمها الماك مش شغلكم. ما وظيفه الكومبلمنت ان انفلاميشن؟ واحد فاسكولار افكت. هل هو بيشتغل ميلي على الاندوثيليال سيلز؟ وانما السي 3 اي سي 5 اي بيستيميليت الريليس اوف هيستامين فروم ماسل اند بيزل. اثنين كيموتاكسس ميل ليكوسايت اكتيفيشن عن طريق اي نوع من انواع الكومبلمنت سي 5 اي. الفاجوسايتوزس والدستراكشن بيشتغل ازاي؟ ان هو يساعد على الفاجوسايتوزس ويدستروي البكتيريا. السي 3 بي بيشتغل كاوبسيت، تعرف ايه اوبسيت؟ مقبلات، فبيساعد على الفاجوسايتوزس. السي 9
هو اساسا بيبقى جزء من الماك مالكوش دعوه بيخرج من الباكتيريا بلا ماك بلا بتاع. من البلازما برايفت ميديتور الكواجيليشن سيستم، ودي كان سالني فيها طلبه كتير قوي، يقول لك هناك تناقض ما بين المايكرو وما بين البطن. بتوع المايكرو بيقولوا ان الفايبر اللي بيتكون حوالين البكتيريا بيمنع الباكوسايتوس، يعني الليكوسايت مش عارفه توصل. وبتوع الباثولوجي قلت لكم من وظائف الفايبر ان هو بيعمل ترامينج للبكتيريا، فبالتالي تجي الباكوسايت تاكلها فبيساعد الباكوسايتوس. سمعت اللي انا بقوله؟ حد خد باله من الكلام ده؟ هو اللي خد باله معناه انه مذاكر باثولوجي مذاكر مايكرو. هل هناك تعارض؟ ده طبعا حضراتكم كل واحد بيقولها من وجهه نظر. الباكوسايتوزس الفايبرين هل هو كيميكال ميديتور انفلاميشن؟ يس طبعا، لان وانس اللي طلع الفايبرين وتحول لفايبرين الكونفرجن هيساعد الباكوسايتوس. طب لكن البكتيريا دي ما بتموتش، يبقى ساعتها هيقلل الباكوسايتوزس على حسب نوع البكتيريا. لان بعد شويتين هو بعد ما بيتكون الفايبرينج مش التكوين الفايبرينج بيستيميليت حاجه جوه جسمنا اسمها الفايبرينولايسين سيستم اكتيفيشن فبيكسر هذا الفايبر. هو الموضوع مش واحد حافظ ومش فاهم، الجسم بيموديليت على حسب الفايرنس اوف البكتيريا. وانس البكتيريا دي على مستوى الفايبرينج تحول لفايبر تساعد الباكوسايتوزس هنقف عند هذه المرحله. طب افضل البكتيريا عنيفه ومش وتريزيست الباكوسايتوزس، البلازمين اللي هياكتيفيت الفايبرينولايسين هيروح مكسره فهيخلي مور ليكوسايت توصل وتاكلها. هو الموضوع نوت سو سيمبل كده. هل الموضوع الفايبر بيساعد ولا بيساعدش؟ ديبند اون ذا فايرنس اوف ذا بكتيريا. حضراتكم الكواجيليشن نقصد بيها الكواجيليشن بروتين تحويل الفايبرينج للفايبر and then activation of plasmin اللي كسر هذا الفايبر. المجموعة الأخيرة الكينيز، أهم كينين as chemical mediator البرادي كينين. خدت البرادي كينين؟ وإحنا قلنا كان له وظيفتين، مين أول وظيفة؟ بيزود البرميابيليتي. عمر ما البرادي كينين كان باظ ضليط. البرادي كينين بيزود البرميابيليتي. نمبر 2 كان بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيستيميليت البين. هو كان حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 2، فاكرين الكلام ده؟ حكايه الفازو دايليتور كتبت في الكتاب وانا كتبتها، لكن هو مينلي بيشتغل از انكريس برميابيلتي. ايه ده؟ ده احنا خدنا لحد دلوقتي تو كيميكال ميديتور يزودوا البرميابيلتي من غير ما يعملوا فازو دايليتور. واحد مش انت عاوزين نجمع؟ فبيقول لك سيب العيال يستنتجوا المعلومات دي لوحديهم. خدنا تو كيميكال ميديت يزودوا البرميابيليتي والنوع اندكشن اوف فازو دايليتيشن. ما تقدروا هنا يا جدعان واحد اللي قعدت احزق فيه السيروتونين. نمبر 2 البرادكاينين كتب في الكتاب ان البرادكاينين بيعمل فازو دايليتيشن، كتب كده، لكن ميلي هو بيزود البرميابيليتي وضاوت فازو دايليتيشن. لو رحت عند اي حد يفهم باثولوجي هيقول لك المعلومه اللي انا بقولها لك، بس هتقول له عرفتها منين؟ هيقول لك من الاستنتاج. فاهمين حاجه اللي انا بقوله؟ وانا طبعا مش هنسيبكم الاستنتاج، لان دايما عمرنا ما بنجيب لكم الكيميكال ميديتور سال على بعض، لان لو جبنا احنا عارفين اقعص بعيس مش هيكتب حاجه، لان عمره ما هيجمعه، ولو جمعه ما هينساه. فرحنا ملخصين الكلام ده في جدول عرة عشان ام سي كيو. الرول اوف ميديتور ان ديفرنت رياكشن انفلاميشن، ودول كانوا سته رولز. واحد فازو دايلاتيشن، يلا باللي انا قلته. مين اهم ميديتور بتعمل فازو دايلاتيشن يا شاطرين؟ في الاول كده اول واحد الهيستامين، اثنين هوبا هل البروستاجلاندين بتعمل فازو دايلاتيشن دايركت افكت؟ امال بتشتغل عن طريق الهيستامين. فاهم هنا؟ ينفع في الكتاب نروح نكتب الكلام ده كله؟ 14 دقيقة بيطلع تكست بوك معاك كمان. اثنين انكريس باسكولار برميابيلتي، يلا مين اللي يعملها؟ اكيد الهيستامين. اثنين سيروتونين، ايه ده؟ والسيروتونين يعمل فازو دايليتيشن.
امال بيزود البرميابيليتي وضغط مصدر الريش. بالعكس هو في مرحله البيتد اجريجيشن بيعمل فازر كونستراكشن. طب ما كان في حاجه بتشتغل على الهستامين وشغاله كفازر دايليتور لسه قايلها من شويه، لان هي بتطلع الهستامين اساسي السي 3 اي والسي 5 اي، وهو تنزل الليكوتراين. الليكوتراين كان بتعمل انكريز برميابيليتي، بس كانت مصيبتها ان هي كانت بتزود الليكوسايت اكروتمنت كمان. فاهمين انا حافظ ازاي؟ انا شفت بحفظهم كده بالشبه، انا فاهم الايفكت والسايد ايفكت بتاع كل واحد. براديكالين، البراديكالين بتزود البرميابيليتي ولا انتوا بتفكروا ايه كمان؟ الريكروتمنت والكيموتاكس او سوري الاكتيفيشن. كان مين اهم حاجه مسؤوله عن الريكروتمنت الاكتيفيشن الكلام ده كله؟ واحد كان مين؟ التيمو ريكروتنج اللي هو كان بيشتغلوا ازاي؟ الدي ان اف الفا والانتروبين 1 ازاي كان بيعملوا ريكروت؟ يخرب بيوتكم ازاي الدي ان اف والانتروبين بيشتغلوا بيعملوا ريكروت؟ ايه اول خطوه؟ بيكسبريس الملكيول السلكتين والانتجرين، ده المين فانكشن بتاعتهم. فبالتالي هم اهم حاجه بعد ما تيجي تعمل عشان كيمو تاكسس الكيمو كاين، وهم تنسوا برضو السي 3 اي والسي 5 اي، ولكن فراغ من بين الصدور. مين الاشهر في الكيمو تاكسس؟ السي 3 اي ولا السي 5 اي؟ والاجابه سي 5 اي. السي 5 اي ميلي كيمو تاكسس، السي 3 اي از ميلي ديجرانيليشن اوف ماسل اند ريليس اوف استامين. طبعا والليكوتراين كمان تعمل كده. اللي بعديها فيفر، انا لسه قايله مين الفيفر؟ المونوكاين اللي هم مين؟ اللي هم تيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا والانتروبين 1 اند بروستاجلاندين. ايه علاقه البروستاجلاندين بيه؟ البروستاجلاندين في معظم الاحيان از نوت ذا برايمري ميديتور، لان هذه تي ان اف والانتروبين 1 بيشتغلوا عن طريق البروستاجلاندين لحد الوقت. من الاول مره البروستاجلاندين كم مره؟ كتير. ايه؟ ما بحبش كتير وقليل. مر كم مره؟ لما بصوا انا طلعاكم عشان كده. عمر ما هيتكرر كيميكال ميديتور في اي حاجه زي البروستاجلاندين. وعدد مرات التكرار اللي المفروض هتلاحظوها ثلاثه. البروستاجلاندين اتكرر في ثلاث حتت، فبالتالي هو اهم كيميكال ميديتور الانفليكشن، وان كان في معظم الاحيان نوت برايمري ميديتور. لان احنا عملنا عشان كده الانتي بروستاجلاندين الانتي انفلامتوري. ايه كمان؟ بين خدناها. مين اهم حاجه؟ بروستاجلاندين اللي هو اي 2 اند برادينكاينين، ودي كانت المره رقم ثلاثه. ما عندناش ادويه للبرادينكاينين، لكن عندنا ادويه للبروستاجلاندين، فهي بالتالي بتبقى انرجيزك وانتي انفلامتوري. اخر حاجه تيشو دامج. يلا مين المين تو جروبس سيل درايف كيميكال ميديتور كانوا بيعملوا تيشو ديستراكشن ودمج؟ وهدفهم كالنبيذ والاعمال ليست بالاهداف وانما بالنتائج. نمبر 1 الار او اس، نمبر 2 الايزوزومال انزايم انسايد ليكوسايت، فهم دول اللي بيعملوا تيشو ديستراكشن، وعشان كده ربنا خلق لكل واحده منهم بروتكتيف ميكانيزم. مين البروتكتيف ميكانيزم اوف ذا نورمال ليفل اوف ار او اس في الانفكشن؟ سوبر اوكسايد ديسموتيز، سوبر اوكسايد ديسموتيز اند جلوتاثيون. طب مين البروتكتيف ميكانيزم للايزوزومال انزايم الليكوسايت؟ الانتي بروتييزس والانتي كولاجينيزس والانتي كاسبسين بي ان دي، ولكن اشهر واحد ولود كلينيكال افكت الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي ديزيز. ذا اند اوف ذا كيميكال الكيميكال ميديتور كاتيجري مين؟ قعدت اشرحها مش كلام، عملت انتر اكشن ما بينهم، وقعدت اطلع علاقات عشان تحفظوهم، والهدف من الموضوع الحفظ. او اما تكبروا الريسيرش عشان تبداوا تشتغلوا على مجموعه منها فتنتجوا بروتوتايب جديد، ولكن حاليا تحفظوهم. هتحفظوهم؟ ده ناهيك لو خلصت. بس انا هخليكم تحفظوه، الامتحان الجاي هحط فيها موازين من هذه الكيميكال كده. خلص الكيميكال ميديتور وبالتمه. لا ده موضوع مهم،
chronic inflammation. كده خلص الأكيوت. To summarize, إيه دو؟ الأكيوت inflammation كان الأونست والديوريشن بتاعته إيه؟ Short, rapid onset, short duration. A chronic inflammation, a definition بتاعه category A. A chronic inflammation, إيه تعريف؟ الالتهاب المزمن. It's inflammation of prolonged duration. يعني prolonged duration خدناها weeks to year, months to year. Prolonged duration in which ثلاث حاجات بيحصلوا مع بعض. ليس التعايش السلمي زي ما بيقولوا سلام، وإنما إزمان. عشان نقول في continuous sorry عشان نقول في chronic inflammatory process ثلاث حاجات لازم يحصلوا مع بعض، مش بيحصلوا ورا بعض، بيحصلوا مع بعض. الكرونيك inflammation it's inflammation of prolonged duration in which ثلاث حاجات مع بعض، وانا حاولت اعملها بهذا الجيل. نمبر 1 continuous inflammation. هذا continuous inflammation هيعمل لنا tissue destruction، والtissue destruction هيحصل attempts at repair mainly by fibrosis. عشان يبقى في chronic inflammatory process must be three running process. Continuous inflammation بينتج عنه tissue destruction، ينتج عنه attempt at healing by fibrosis. لأن التيشو أو الأورجانيزم اللي موجود في جسمنا مش قادرين عليه، مش هيقعد يصبح عليه، هو بسبب الانفلاماتوري بروسيس عمال يكسر في جسمنا، وتكسير جسمنا بيحصل معاه attempts at repair. And this is the chronic inflammation. And chronic inflammation by definition it's inflammation of prolonged duration week to months, months to years زي ما انت عايز. لكن أهم منها in which ثلاثة بروسيس رانينج مع بعض وليس يعقبوا بعض. واحد continuous inflammation، اثنين tissue damage، ثلاثة attempt at healing by repair by fibrosis. كده يحصل الكرونيك انفلاميشن. طبعا مش فاهمين حاجة. هو قبل ما هو ده تعريف او ملخص الكرونيك انفلاميشن، ايه اللي يخلي الانفكشن يبقى كرونيك؟ انتياكشن. الكرونيك انفلاميشن بيحصل بسبب ايه؟ دايما اللي بيتحكم في نوع الانفلاميشن اكيوت ولا كرونيك، سيفيرتي او نون، لوكالايز ولا ديفيوز، وات ايفر، اكيوت ولا كرونيك، الجسم ولا الاورجانيزم ولا الانجوريس ايجنت؟ الانجوريس ايجنت. ليه بقى حضراتكم؟ لان من الاول اعترفنا كلنا الانفلاميشن از ان اكشن ولا ريسبونس. ايه اللي يحدد نوع الريسبونس؟ نوع الاكشن. مفهوم اللي انا بقوله؟ عشان يحصل كرونيك انفلاميشن لازم يبقى هذا الانجري كانت بي جيت ريد اوف، ما نقدرش نتخلص منه، فبالتالي الجسم بيتعايش معه ليس في سلام وانما في ازمان by these three process. يديني اكزامبل عشان افهم حضراتكم. بيحصل كرونيك انفلاميشن ان وان اوف ثري سيتويشن. نمبر 1 لو كان عندي الاورجانيزم نون ريديكابل، إراديكيشن يعني التخلص، لا يمكن التخلص منه. أشهر إكزامبل على كده التيبي باسيلاي، تعرفوا مايكوباكتيريا تيبيكلوزس؟ It's forever young. البكتيريا دي لا يمكن لجهاز المناعة التخلص منها، مستحيل. بتتجنن في النهاية جهاز المناعة، وبنصب عليها الـ ROS، والأنسجة بتاعتنا بتبوظ، وتفضل التيبي باسيلاي forever young. فاهمين اللي أنا بقوله؟ مش شغلتنا الوقت ليه، لكن شغلتنا نفهم ان دي example of chronic inflammation due to non-reducable microbes. مثال تاني هناخد التريبونيما باليدا. تعرف التريبونيما باليدا؟ التريبونيما معناها السبايروكيت، سبايرا الحلزونية، باليدا العتيقة، لان دي اول بكتيريا حلزونية اكتشفت، ودي بتعمل مرض اسمه سيفلس. تعرف سيفلس؟ الزهر. تعرف الزهر؟ one of the bacterial sexually transmitted diseases. الزهر ليه سموه سيفلس؟ العادي كان اسمه سيفلس. سيفلس نسبة إلى العيان وليس الطبيب.
يحكى في مدينة الزمان. أنا شرحته بعدين بس هو ضيعش وقت صح؟ اللي عاوز يضيع وقت يرفع ليه؟ كلمة ليمونيمة باردة لو جبت عيال لسه في بمبر زيكم ليمونيمة باردة ليمونيمة باردة من البكتيريا اللي بتعمل السبب سمي السبب 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 كان في قديم الزمان إن كان في راعي خنازير كان عايش في أسبانيا وكان له أدب جدا كان بيمارس الحشاء في الشارع ومر عليه في أحد الأيام أسيس وقال له عيب كده يا سفرس إذا بوليتم فاستدروا فأي خراب فأجي الواد سفرس كان إيه الأدب شدة بالأسيس شديمة واسفة ما أقدرش أقولها فرجع الأسيس زعلان ومتضايق ونظم قصيدة بويت ودعا فيها الرب أن ينزل عقابه بسفرس فسفرس جاله سفرس لأن السفرس ده كان مرض مشهور جدا في القرن الـ18 والسيفلس احنا ما نقول السيفلس حضراتكم الكرونيك انفلاميشن الكرونيك انفلاميشن حضرت السيفلس اما اجي اشرحها ان شاء الله بقى على الطريق مش بعيد قوي ممكن البنات لو مش عاوزه تقرا ما تقراش السيفلس دي محاضره عن كده السيفلس وانا ما عنديش كنترول للاسف السيفلس وان اوف ذا نون ريدكابل مايكروبس حضرتك ليه الانفلاميشن كرونيك لانه مش عارف اتخلص من الانجوريس ايجنت اللي طبيعي مش عارف اتخلص منه لانه بكتيريا حاجه ليفي مش عارف اتخلص منها نمبر 2 ممكن يحصل الكرونيك انفلاميشن لان كل الانجوريس ايجنت نون ديجريدابل ايه الفرق بين ديجريدابل وديجريدابل قابل للتكسير ما هو ما ينفعش اقول على حاجه ليفي ديجريدابل فاهمين حاجه معناها ان هذا الانجوريس ايجنت ليفنج ولا نون ليفنج نون ليفنج اديني اكزامبل على ذلك السيليكا تعرف السيليكا سيليكا اللي بيعملوا منها الازاز الناس اللي بيشتغلوا في مصانع السيليكا بيخش هذه السيليكا والسيليكا ما بتتكسرش فتموت خلايا وتير باي فايبروزس ويحصل مرض اسمه سيليكوزس اللي هو واحد من النيموكوليوز الامراض المهنيه اللي عندنا ليه الانفلاميشن يبقى كرونيك لان يا اما اورجانيزم نون ايريديكابل لا اما ماتيريال نون ديجريدابل لا اما الدب تعرف الدب انا نجحت ان اعمل لكم كلمه دبه تطلع صوره دبه تبقوا عارفين انا اقصد ايه الدب الهايبر سينسيتيفيتي ديزيزز اند اوتو ايميون ديزيزز لان الوقت بالنسبه للهايبر سينسيتيفيتي رياكشن اند اوتو ايميون ديزيزز مين انجوريس ايجنت جسمي هينفع اتخلص من جسمي خلص من جسمي ما مش حافي ما ينفعش سو الكرونيك انفلاميشن مش يارايز الا في واحد من ثلاثة والكلمات لها دلاله نون ريدكابل نقصد بيها اورجانيزم زي تيجي بس اللاي انتيما باريدا من سيرفيس نمبر 2 نون ديجريدابل ونقصد بيها نون ليفنج داست زي السيليكا انهيت سيليكا بارك لا اما الدبه الهايبرسنسيتيفيتي ديزيزز اند اوتو ايميون ديزيزز ايه الفرق بين الهايبرسنسيتيفيتي ديزيزز والاوتو ايميون الاندجين لو الاندجين كان اكسوجينس ذيس از هايبرسنسيتيفيتي لو اندوجينس اور سيل ذيس از دي اوتو ايميون اوكي ايه الفيتشر اوف كرونيك انفلاميشن الفيتشر اوف كرونيك انفلاميشن تيجي سؤال في الامتحان مستحيل A feature of chronic inflammation as comparison with the acute. Number one. وللأسف مكتوبة number one وهي مش مفهومة ليه. لأن هو جابها solid fact من غير ما يشرح لك حتى أنا أشرحها دلوقتي. قال لك لو جيت بصيت على عيان عنده chronic inflammation هتكتشف إن كمية الانفلاماتوري فلويد إديما فلويد إكسيديت مينيمال. قراءة من بين السطور. في الأكيوت إنفلاميشن كان أخبار الإنفلاماتوري القديمة مينيمال ولا ماركت؟ ماركت يعني لو في حتة منفوخة واحد عنده إنفلاميشن بخد أكيوت وكرونيك تتوقعوا مين اللي يبقى وارم أكتر الأكيوت ولا الكرونيك؟ ليه؟ عشان في الأكيوت في ماركت إنفلاماتوري القديمة لكن في الكرونيك مينيمال طب ليه؟ اصبر عليا شوية حولها نمبر 2 الكرونيك الكرونيك inflammation كانت مين اهم خلايا بنشوفها الاكيد انفلاميشن واحد انيوتس
اثنين ماكروفيج وفي فاريشن. ولكن الكرونيك انفلاميشن مين اهم خلايا بنشوفها؟ واحد ماكروفيج، اثنين ليمفوسايت وبلازما سيل. الليمفوسايت وبلازما سيل دي حاجه واحده. ليه؟ اشمعنى؟ لان اللايف سبان اوف نيتروفيل، تحياتي ليك يا دكتور، اللايف سبان اوف نيتروفيل من 7 ل 10 ايام، وعشان يحصل كرونيك انفلاميشن لازم يعدي 21 يوم، فهتكون النيتروفيل ماتت. لكن مين اللي عمره اطول؟ الماكروفيج تكمل وكل الليمفوسايت جت. حضراتكم دي مين انفلاماتوري سيلز ان كرونيك انفلاميشن از ماكروفيج ليمفوسايت بلازما سيل. This is in comparison with the acute. النقطة اللي بعديها، مين اللي بيبقى معاه tissue destruction continuous؟ الأكيوت ولا الكرونيك؟ الأكيوت بيبقى فيه continuous tissue destruction، ده الأكيوت is a short duration. مين اللي بيبقى فيه prolonged tissue destruction؟ اللي سموها ongoing، شغال tissue destruction، الكرونيك. فبالتالي مين هيبقى فيه attempts at fibrosis؟ الكرونيك. ده اللي كتب في الكتاب. وحضرتك مش هيجيلك سؤال، لان هيعتمد اللي لازم نديكوا فرصه للابداع. هيروح جايلك السؤال كده، كومبير اند كونتراست بتوين اكيوت اند كرونيك انفلاميشن. تقدر تفتح بقك؟ ما انت هتحكي ازاي هيطلع الاكيوت. ولكن انا رحت عشان برضه انتوا عارفين انا مش بعمل سبون فيدي، عارفين بيقول لك اصل بيعيبوا عليا ان انا بعمل سبون فيدي، ان انا يعني بدي العلم مع انا قلت لهم لا انا ما بعملش سبون فيد، عيب عليك انا كده انا بعمل بريست فيد. اذا كان عاجب اي حد ايه الحد ده؟ نسيت اقول على حاجه، اوعوا تفكروا ان انا لما بقعد اتكلم بقول لكم الدول العره وعلى راسها مصر والكلام ده، فمش عارف كان في حد قريب ما حدش يعمل الحركه دي معايا. انا مهمتي على البتاع ده صح الاسئله، اجاوب على الاسئله الكلام ده، لكن هنخش مع بعض في ضحك جدر الرمان. فاهم ازاي؟ واحد بيقول لي مصر مش دوله، مش عارف مين قال الكلام ده؟ انا بقولها من سبيل العشرة، فاهمين حاجه؟ هي مصر عايزه ليه؟ يعني لو حتى اي حد بيقول يعني انا اقول عليها عايزه، لكن حد يقول عليها عايزه اطلع ايه؟ يعني غير بس لان هي من باب مش مصر زي ما الشعب كان بيقول بلدي وان جرت علي عزيزته واهلي وان ضموا علي كرام. ولا انت فاهم ايه؟ اسلام هنبدا على بركه الله مع بعض. كومبارسن المفروض ان انا ما اقولوش، المفروض ده امور انا بطلعه على سبيل ان ده سؤال ممكن يجي، فبلاش حكايه ان انتوا تستنتجوه، لان انا برضو بعد ما اقوله العام مش هتبقى فهمان. تعالوا نقارن ما بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن، وده بيكتب في كتاب القسم وعندهم حق ما يكتبوش، وانا كتبته لان انا قلت لكم من مدرسه البريست فيدنج. حضراتكم الفرق بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن، يلا مين فيهم يبقى له رابيد اونست شورت ديوريشن؟ مين العكس؟ خلص بقى دي سهله. الكرونيك انفلاميشن نمبر 2، مين بيتميز بمارك فازولايزيشن؟ احنا اللي كنا بناخده ده كان اسمه اكيد انفلاميشن، عشان ما حدش بس يتخيل. من حيث الفاسكولار ايفكت، الاكيد انفلاميشن بيتميز بماركت فاسكولار ايفكت. ليه؟ ليه ربنا خلق في الاكيد انفلاميشن يحصل فاسكولار ايفكت؟ لان حضراتكم كل الاورجانيزم بالنسبه للجسم صراصير، فيجيب ليكوسايت وانفلاماتري فلويد اوكسيديت يكسرها. طب قدر طلع ديناصور، يعني طلع ديناصور قعد فترة عامل فازو دايلاتيشن ومش راضي يتكسر، يبقى الاحتمالية يحصل ايه؟ ان الاورجانيزم يستخدم هذه الدايلاتيد فيسل يخش من خلالها وينتشر للجسم. فساعتها under the effect of cytokines اللي كان فيه كلمة كده بتقول بتعمل فايبروبلاست لو تفتكروا، تبدأ تشتغل على الفايبروبلاست اللي موجودة في الوول اوف بلاد فيسل، فبالتالي يحصل بروليفريشن للفايبروبلاست في الوول اوف بلاد فيسل، فالوول اوف بلاد فيسل يدخل ولا يرفع؟ يعني في يومين وهو المطلوب اسباب. And this is called vasal constriction. This is called end arthritis obitracts. And this is medical term. And this is missed in the book. Missed. دي فيتال. أي واحد بتاع بصوش. لو جيت قال لك إيه الفاسكولار إيفكتس إن كرونيك إنفلاميشن؟ فتقول له ها؟
يقول لك يعني اسمها ايه؟ تقول له ها، هيروح مديك الصيف. لان كل العالم يدرسوا طب حتى في بلاد الوقواق، لو جيت قلت له البلاد فيسل انكيسف كرونيك انفلاميشن شو ايه؟ هيقول لك شو ان ارترايتس او بيدراكس. فحالات الكرونيك انفلاميشن بدل ما يبقى فيه ماركت بازو دايلاتيشن بيبقى فيه ماركت اند ارترايتس او بيدراكس. يعني تكنيك فهمت الميكانيزم بتاعك؟ مش مهم الميكانيزم، المهم ان بيحاول الجسم يقفل الدم على الحته دي، لان حاول يجيب ليكوسايت كتير ما عرفتش تتخلص، فالخشيه للاورجانيزم يتسلسل من خلالها ويوصل لبقيه الجسم. فبالتالي هل حضراتكم عرفتوا ليه في الاكيوت انفلاميشن بيبقى فيه ماركت فلويد اكسليت عشان فيه بازو دايليتيشن؟ طب هل عرفتوا ليه بقى في الكرونيك بيبقى فيه مينيمال سكانتي فلويد اكسليت عشان فيه اند ارترايتس اوف ترانس؟ فحضرتك اما الول يبقى ثيك بسبب تكوين فايبروبلاست جواه بروليفريشن يبقى البرميابيلتي قلت. فبالتالي مين اللي يبقى فيه ماركت تيشو فلويد اديما؟ الاكيوت. مين فيه سكانتي مينيمال فلويد اديما؟ الكرونيك. مفهوم ايه؟ الموضوع متركب على بعضه. النقطه اللي بعديها ودي قلناها بكده، مين المين انفلاماتوري سيل الاكيوت انفلاميشن؟ نيتروفيل وماكروفيج ان كرونيك ال ليمفوسايت بلازما سيل وماكروفيج اللي بعد شويه المؤلف هيتلحم مع بعض وتعمل جاينت سيل. مين اللي هيبقى فيه مينيمال او نو فايبروس؟ لان العيان مش هيلحق، لان بيبقى فيه تيشو ديستراكشن قليل او في كتير في العيان يموت، فكده بكده مش هيحصل فيه الاكيوت. لكن مين بيبقى فيه ماركت اتمتس ات فايبروزس؟ الكرونيك. اند ذيس دي كومباريزن، كل ده كان مكتوب قبل كده لكن في واحده مش مكتوبه وهم واحده اسمها الاند ارترايتس اوف ترانس يميز الكرونيك بالذات السيفلس. كلمه السر في السيفلس اند ارترايتس اوف ترانس. لو حد جه يقول لك اي حاجه في السيفلس ايه ما تفكرش، قول له اند ارترايتس اوف ترانس وانت كلامك صح. لو قال لك ايه السيفلس بيعمل اوستاتس مش قصده مالكس، قول له اند ارترايتس اوف ترانس. ايه السيفلس بيعمل؟ اند ارترايتس اوف ترانس. This is where the kidneys are. In the presence of trans. This is where the orbital arteries are. In the presence of trans. This is where the function of the edge of the presence of trans. This is. I mean, I'm going. كل من السر في السيفلس اللي معظم الناس مش هتقدر المقارنة بحصرها ومفضوها أنا بهزر طبعا. لو عاوز تلخصها كلمة واحدة، أي سؤال في السيفلس why الإجابة in the presence of trans. كده خلصنا؟ لا ما خلصناش. A sense of chronic inflammation. كان مين أهم سنس in acute inflammation؟ النيتروفيل. جاليها الماكروفيت. جاليها وصف المريش. In chronic inflammation مين أهم خلية؟ الماكروفيتس. شايفين الدايرة دي؟ This is the macrophage. مع العلم إن إحنا قلنا قبل كده in acute inflammation هل الماكروفيتس هل لها رول رهيب في البانكريتوس؟ ليه ما كانش لها رول رهيب؟ كميتها ولا ايه؟ وبتيجي بعد كده. لكن هنا هي الموست بريدومينت. اهم خليه ان كرونيك انفلاميشن الماكروفاج. يليها الليمفوسايت تمثل الهيمورال والسيلولار ايميونيتي. يليها اي فاريشن تاني على حسب نوع الكرونيك، فممكن ايزانوفيل، ممكن ماسك، ممكن نيتروفيل، ممكن ايه؟ كرونيك ممكن نيتروفيل. ازاي هنجاوب على هذا السؤال؟ نبدا على بركه الله. والسيلز اوف كرونيك انفلاميشن كاتيجري ايه؟ وسؤال متوقع السنين، لان السيلز اوف كرونيك انفلاميشن ما كانتش متجمعه في الكتب القديمه فاحنا جمعناها. سهل على واحد ان يعمل منهج جديد يجمع حاجات ما كانتش متجمعه، ولكن اللي كان متجمع ونسي يقولوه يجيبوه. السيلز اوف كرونيك انفلاميشن ايه اشهر خليه ان كرونيك انفلاميشن؟ اشهر خليه الماكروفيج. وفي اوروبا والدول المتقدمه اما يدرسوها للطلبه ان كرونيك انفلاميشن يقولوا عليها دي كي سيل. اهم خليه الكي سيل ان كرونيك انفلاميشن بالذات في الجرانيوم. يعني ايه حضراتكم؟ والكلام معاد، لان يعني كل المحاضره دي معاده بس هي قراءه من بين السطور. حضراتكم الماكروفيج بتيجي منين؟ من الانجريتنج بلاد مونوسايتس.
لان هي حضراتكم بتروح جايه من البلد مونوسايت اما تخش في التيشو يبقى اسمها ماكروفيج. يعني ايه ماكروفيج؟ يعني كيبابل اوف فاجوسايتوس، لان دي اهم وظيفه لها انترايت انفلاميشن الفاجوسايتوسس. السؤال ايه بقى اللي بيطلعها بره؟ ميني سايتوكاينز اسمها هيموكاينز. وبعد ما تطلع هذه السايتوكاينز بتعمل فيها ايه؟ اكتيفيشن اموبيلايزيشن اند لوكال بروليفريشن. يعني هي بتجيبها وتقول لها ما تمشيش وتخليها تتكاثر هنا. فبالتالي ان كرونيك انفلاميشن عدد الماكروفيج مع الوقت بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. فهي تبقى اهم خليه، لان في الكرونيك انفلاميشن هتكون النيتروفيل خلصت، لكن هي اللي هتكون زادت بالعدد. النقطه اللي بعديها حضراتكم، احنا خدنا الماكروفيج الروري الاساسي لها الفاجوسايتوس، ولكن خدنا قبل كده ان هي بتطلع كمان اكسترا سيلر براها سابستنس اللي هي كان معظمها ايه؟ بروتيوليتيك انزايم زي بسرعه البروتييزيس والكولاجينيزيس والكاسيبسين و و و، فبيكسروا الماتريكس ويكسروا التيشوز. عرفتوا ليه في الكرونيك انفلاميشن التيشو ديستراكشن سكوتينس؟ لان التيشو ديستراكشن مش في الاورجانيزم بس، في الانفلاماتوري بروسس، لان هذه الماكروفيج اللي هي شرخيه عملت ليبريت هذه السبستنس. النقطه اللي بعديها، لكن الماكروفيج فكرتها اللي هي انفلاماتوري سيل عماله تكسر التيشوز، بس لها رول بقى مهم قوي وقلناه هناك، بس ما كانش مهم هناك، لان هناك تكسير التيشو ما كانش مستبعد. ان هي بتطلع جروس فاكتورز، بتطلع ايه؟ دي اول مره ناخد جروس فاكتور. يعني ايه جروس فاكتور؟ جروس فاكتور يعني كوز سيل بروليفريشن، لان من اشهر الجروس فاكتور اللي بتطلعها الماكروفيج حاجه اسمها ايبيديرمال جروس فاكتور، يعني الميتيريال سيل بروليفريشن، وحاجه بيسموها ترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا وليس الفا. الترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا ده حضراتكم بيستوب على الكولاجين ديبوزيشن. ازاي وليه مش عارف ايه، بس ده بيساعد في الريبيت. الماكروفيج هي الكي سيل ان كرونيك انفلكشن. الماكروفيج ميل بتيجي من الليجريتنج بلاد مونوسايت، وانس اللي دخلت التيشو بتبقى كيبابل اوف فاجوسايتوس. الماكروفيج بتوصل لهذه التيشو عن طريق ميلي السيتوكاين كيموكاين، تجيب تعمل لها اموبيلايزيشن اكتيفيشن بروليفريشن. الماكروفيج زي ما قلنا في الاول وظيفتها ميلي فاجوسايتوس، ولكن في نفس ذات الوقت بتطلع تيشو اكسترا سيلا ماتيريال بروتييزس كولاجينيزس ذات كوز تيشو ديستراكشن. فيجب عليها ان تطلع جروس فاكتور عشان تعمل بروسيس اوف ريبيت. الفيت بعد ما الماكروفيج جت في الكرونيك انفلاميشن، قدر الكرونيك انفلاميشن خلص، وهل ده بسهوله ولا بصعوبه؟ صعوبه. ان موست كيسز ما بيخلصش، لكن لو خلص، خلص ازاي؟ احنا اتدخلنا لكن من غير ما ندخل مش هيخلص. احنا اتدخلنا في معظم الاحيان ندخل سيرجيكال ولا ميديكال؟ ميديكال وليس سيرجيكال. الا طبعا في احيانا سيرجيكال، لكن معظم الاحيان ميديكال. انا اقصد كده، لو احنا اتدخلنا وميديكال، هذه الماكروفيج اللي جت وعملت تتكسر بتحصل ان هي تخش من الليمفاتيك لان مع الفيود اكسيدنت وترجع للجسم. طب قدر ان هو ما خلص، ساعتها الماكروفيج هتعمل ايه؟ هتستمر ان هي دي، وبالاضافه لكده هي نفسها هتطلع حاجه اسمها الانترفيرون. اسمها الانترفيرون؟ انترفيرون جام اللي هي جت ومش عارفه تتخلص منه، في محاوله تتخلص منه تلحم مع بعض فتكون حاجه اسمها جاينت سيلز. الجاينت سيلز ما هي الا فيوز ماكروفيج توجذر. الجاينت سيل بتحصل في الكرونيك انفلاميشن انا مش ريزولف، مش راضي يخف، مش عارفين نكسر الاورجانيزم، فالماكروفيج بتشغل مخها تقول لك انا وابن عمي على الغريب فيلحموا مع بعض. مين اللي بيؤمر الماكروفيج ان يلحموا مع بعض؟ الانترفيرون جاما اللي يطلع ميلي من الماكروفيج شخصيا، يطلع ميلي من الليمفوسايت، ولكن اهم حاجه الماكروفيج. اند ذس ويل بي ايه كمان؟ تاني اشهر خليه بنشوفها في الكرونيك انفلاميشن الليمفوسايت. الليمفوسايت بتيجي ازاي؟
تيجي مين؟ تيجي من الدم؟ مين اللي جابها؟ كيموكاينز. حضرتك وهذه الليمفوسايت بتيجي زي اي ليمفوسايت جت في الاكيوت انفلاميشن، لكن عقبال ما هتيجي محتاجه وقت، محتاجه الانفلاميشن تبقى كرونيك. هل الليمفوسايت كانت مهمه الاكيوت انفلاميشن؟ لا، لان ما كانتش جت لسه. لكن لما الانفلاميشن يبقى كرونيك هتروح جايه وتقعد. ايه وظيفه الليمفوسايت؟ اكيد سيادتكم عارفين الليمفوسايت نوعين، لا اما تي لا اما تي. تعرف عليه تي؟ ليه سموا تي الليمفوسايت بي كوين في البوم مارو؟ تحصل لها ماتيوريشن في البوم مارو، لان زمان في الطيور كان بيحصل لها ماتيوريشن ايه؟ لابسه او فابريشن. لابسه او فابريشن. فهي بوم مارو ديبندنت. وحضراتكم الوظيفه الاساسيه للتي تي ليمفوسايت از انتي بودي فورميشن. بلازما سيل فورميشن اللي تطلع فيه انتي بودي فورميشن. فاهمين انا بقول؟ يعني هيمورال ايميونتي. هو النوع الثاني من انواع الليمفوسايت بيسموها تي ليمفوسايت، واهم واحده القائد بتاعتهم اسمها سي دي 4 تي هيلبر ليمفوسايت. طب انتوا عارفين ايه سموا تي تي؟ لانها تايمس ديبندنت. وحضراتكم وظيفتها الاساسيه از السي دي سي السايتوتوكسيستي السيل ميديتد اميونيتي. بلاش اقول سي دي سي لان هي مين للسي دي 8. وظيفتها الاساسيه السي دي 4 هي المايسترو تطلع سايتوكاينز تتحكم فيها ببقيه جهاز المناعه. وظيفتها الاساسيه نوت هيمورا لان هي المايسترو اوف ذا سيل ميديتد اميونيتي. مفهوم؟ في خلايا اخرى في الكرونيك انفلاميشن ممكن نلاقي خلايا اخرى زي ايزينوفيلز. ايه ده؟ الايزينوفيل دي مش خدناها فاريشن ان اكيوت الرجيكا. مين الاكيوت انفلاميشن اللي كنا بنشوف فيه ايزينوفيل الرجيكا؟ طيب ينفع الاقي في الكرونيك انفلاميشن ايزينوفيل؟ مين الكرونيك انفلاميشن اللي فيها ايزينوفيل؟ واحد. كرونيك انفلاميشن كاركترايز باي ايميولوجيكال ميكانيزم ميديتد باي اي جي اي اسمها ايه؟ الهيموجلوبين اي ده المسؤول عن الاتوم. اسمعوا الاتوم الاتومي هي لوكالايزد هايبر سنسيتيفيتي. يعني هايبر سنسيتيفيتي حته من الجسم. دي مثال عشان افهم. من اشهر الاتوبيك ديزيز الالرجيك رانيتس. اما الاكرونيك لو سمعنا عنه ده اكزامبل على الالرجيك انفلاميشن. حضراتكم لما يبقى كرونيك ساعتها بيبقى ميديتد بايميونوجلوبين اي. يعني في النهايه هيطلع هيستامين فيتوجب ان يبقى فيه زنو. ولكن اشهر كرونيك انفلاميشن بيبقى فيها ايزينوفيل فنعرف ان هي معموله ببارازايت هيلمنسس اللي هي البارازيتيك انفستيشن. اشهر كرونيك انفلاميشن فيها الايزينوفيل واحد البارازايت. احنا يا دكاتره مش لما بنشوف الايزينوفيل بنقول دي فيها ايزينوفيل يا فرحتي. انا لو لقيت كرونيك انفلاميشن هعرف منين ان هو كرونيك. هلاقي مينيمال ايديم. هلاقي كرونيك انفلاماتري سيل مينلي ماكروفيج وليمفوسايت وبلازما. هلاقي في اندوارترايتس اوف ديكانس. هلاقي في فايبروز. لقيت معاه ايزينوفيل يبقى الاحتمال هنا بارازيتك نمبر 1. نمبر 2 اقول ده كرونيك الرجيك اكل. فهمتوا حاجه؟ لكن لو لقيت العكس لقيت ماركت ايديم بازو دايلاتيشن نو فايبروز ولقيت معاه ايزينوفيل يبقى الوقت الرجيك. فاهمين المقصود ازاي؟ المقصود احنا بنستخدم الرياكشن عشان نعرف فيها الاكشن. ما حدش بيشخص الناس اللي هم حساسين من بولنس ان انا اشوف بولنس تحت الميكروسكوب. ولكن انا بمشي بهذا السيناريو اللي انا قلته لكم قبل شويه. طيب حضراتكم بتطلع ازاي؟ زي ما احنا قلنا بتيجي من الدم عن طريق الكيموكاينز واللي بيجتذبها الاميونوجلوبين اي اللي بيجتذبها الكومبلمنت اللي بيجتذبها اتسترا اتسترا. طيب ليه الايزينوفيل ايزينوفيل؟ وانا جايب لكم صوره ايزينوفيل عشان اوريكم ان الجرانيولز بتاعتها حمراء قوي. نمبر 1 الاكيوت انفلاميشن بتحتوي على الهيستامينيز. والهيستامينيز ده الاكيوت. الهيستامينيز اسيد ولا اكيد؟ الهيستامينيز اسيد كده بيتبذل. اما الهيستامينيز از الكالاين فاول سبب. لكن اهم حاجه في الكور بتاع هذه الجرانيول حاجه اسمها الميجر بيزك بروتين.
الميجر بيزك بروتين بيرسي كده السيدل قاتل للبارازايت. الميجر بيزك بروتين عشان كده هي موجوده ايه بارازيتك انفستيشن. طبعا الميجر بيزك بروتين اسيدك ولا بيزك؟ يبقى مين بيزك يعني؟ يعني الكلايت. عشان كده الايزينوفيل ايزينوفيل لان القاعده بتقول بالاتش ال دي الماده الالكلاين تاخد اللون الاحمر والماده الاسيديك تاخد اللون الازرق ويبقى اسمها بيزوفيليك. النيوكليس اسيد ولا الكي؟ اسيد. عشان كده بتاخد اللون ادي اتسترا اتسترا. من البوسيبل فاريشن كمان ان احنا نلاقي ماس سيل. ان احنا نلاقي الماس سيل مين موجوده في الاتوبيك ديزيز زي الايزينوفيل. اتوبيك ديزيز يعني اميونو جلوبولين اي ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي. طبعا لسه ما خدتوش ميه. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اربعه. اول نوع اسمه تايب 1 اللي اسمه اميونو جلوبولين اي ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي. لو الانسان اتعرض لماده الرجي بيطلع ضدها في اول اكسبوجر اميونو جلوبولين اي يتكون الاميونو جلوبولين اي وينزع على المصل. اون سكند اكسبوجر يتكون ضدها انتي بودي اميونو جلوبولين اي بس يروح لازق على الانتي بودي جنب الانتي بودي اللي نزل الاول في الفيرست اكسبوجر يؤدي الى دي جرانيوليشن اوف مصل. والمصل فيري ريتش ان الهستامين والاراكيدونيك اسيد ميتابولايت اللي هم مين اللي هيعملوا فازو دايليتيشن وانكريز برجر. المصل بعد الكلام اللي انا قلته ده بتبقى موجودة اي نوع من انواع الكرونيك انفلاميشن كرونيك الرجي بس ما حدش بيقسم كده الكرونيك انفلاميشن والاكستنشن الرجي وبارازيتك والكلام ده بيتقسم سبيسيفيك ونون سبيسيفيك زي ما انت. انا عاوز اقول ايه حضراتكم نمبر 1 اي كرونيك انفلاميشن مين الخلايا اللي بنشوفها دي لسه فاضل واحده ماكروفيج والليمفوسايت اللي هم الليمفوسايت تي والبلازما سيل. حضرتك لو لقيت ايزينو يبقى مين للسبب؟ بارازايت. لو لقيت مصل يبقى مين للسبب؟ كرونيك اليرج. مفهوم اللي انا بقول الاحتمال اللي بيتسال في الشفا. حضراتكم ينفع الاقي كرونيك انفلاميشن؟ طب انا عارف ان هو كرونيك مينيمال فلويد ايديما في اندوكرايتس اوف ترانس في ليمفوسايت بلازما سيل في فايبروزس وبالاضافه لكده الاقي نيوتروفيل. ينفع؟ هو احنا كاتبينها بنستهبل؟ قاعده اما يجي حد في الباثولوجي استاذ في الكليه يجي يقول لك حاجه كده وتلاقيه منفعل يقول لك كده ينفع؟ قول ينفع يا باشا. هو متضايق ينفع؟ ايه ما ينفعش دي؟ ما ينفعش انتهى الموضوع صفر وروح. انت فاهم؟ في ناس بتصيع تقول له راي حضرتك طبعا هو اللي ينفع. بلاش انا هعرف ان انت ما عندكش فكره على الموضوع فهبدا اقولها لك بالطريقه اللي ما تنفعش فانت تقول لي ينفع اروح مروحك على طول. حضراتكم ينفع في الكرونيك انفلاميشن مع العلم ان يفرق بتعيش لمده 7 ل 10 ايام وعشان كرونيك يبقى كرونيك يعني 21 يوم في حته فيها كرونيك انفلاميشن اشوف نيتروفيل. اه النيتروفيل ممكن نشوفها في حالات الكرونيك انفلاميشن امتى؟ في حاجه من ثلاثه. نمبر 1 البكتيريا كريبتوكاي ما انفعتش ان هي تتكسر. مش الكوكاي اتراكتف للنيتروفيل؟ جابت الاول نيتروفيل وقعدت 7 ل 10 ايام وماتت وهتجيب تاني فهيفضل فيه اكستنسيف نيتروفيليك انفلتريت. مفهوم اللي بقوله؟ الاحتمال الثاني كانت حضرتك البكتيريا دي موجودة خلايا كتير والخلايا لسه ما اتشالتش والخلايا بيطلع منها كيميكال ميدييتور هتاتراكت مور نيتر. الاحتمال التالت يعني ده عندنا كام احتمال؟ نمره 1 الاكشن نفسه ما راحش اللي هو دايما لازم يروح. نمبر 2 الايفكت ما راحش اللي هي النيكروتيك سيلز. نمبر 3 الماكروفيج نفسها بسبب الاثنين دول يعني شويه بكتيريا مش راضيين يتكسروا شويه ماكروفيج مش راضيين يتكسروا عماله تنادي لمور نيتروفيل. فبالتالي ينفع ان انا الاقي في كرونيك انفلاميشن نيتروفيل كسر
وده بيسموه كرونيك سيرفيورتيك انفلاميشن، بس مالكوش دعوه بالاسم. والاحتمال حاجه من ثلاثه، لا اما البكتيريا ما اتكسرتش ولازم البكتيريا تبقى فقاعة، لا اما الايفكت بتاعها ما اتشالش، النكروتيك سيلز ما اتشالتش، لا اما الماكروفيج اللي عملت الكلام ده في الخلايا او في البكتيريا مش عارفه، فعماله تنادي لمور نيتر. حضراتكم دي بيسموها اكيوت اون توب اوف كرونيك انفلاميشن. دايما القاعده بتقول ان الاكيوت يقلب الى كرونيك. ينفع الكرونيك يقلب اكيوت؟ لا، بيسموها اكيوت اون توب. اكيوت اون توب مش معناها ان الكرونيك هيقلب اكيوت، اكيوت اون توب اوف كرونيك. كده خلصنا السيلز. نقسم الروح بيتقسم، هتبعتلكم امتحان صح؟ لسه ما جاتش وروح. انا هقسم وروح التايبس اوف كرونيك انفلاميشن كاتيجري بي. الكرونيك انفلاميشن بيتقسم لنوعين كبار، وقبل ما اقول التقسيمه هقول ليه بيقسموا كده، بس هرجع للاول. هو احنا كنا بنقسم الاكيوت ليه؟ سبيورتيف ونار. ليه كنا بنقسمه كده؟ اني كلاسيفيكيشن شود سيرف اي بيربس كما قال اكرمه، وكان الهدف هناك ثيرابيوتيك، لان كل السبيورتيف كانوا بياخدوا انتي بايوتيك. لو لوكالايز سبيورتيف سيرف للانتي بايوتيك، لو ديفيوز انتي بايوتيك وذاوت سيرف اكسبت. الكرونيك الهدف من التقسيمه دايجنوستيك، الهدف من التقسيمه دايجنوستيك، يعني اعرف السبب وليس العلاج. لان الكرونيك انفلاميشن بيتقسم لنوعين كبار، لا اما يبقى كرونيك نون سبيسيفيك، لا اما يبقى كرونيك سبيسيفيك. يعني ايه كرونيك نون سبيسيفيك؟ الكرونيك نون سبيسيفيك بيفولو الاكيوت انفلاميشن. يعني ايه؟ يعني واحد يجي له اكيوت تونسيلايتس فما يتعالجش كويس، فيقلب عنده كرونيك نون سبيسيفيك تونسيلايتس. واحد يبقى عنده كرونيك اكيوت ابسس ما يتعالجش كويس، يعني ولا فتح ولا احنا فتحناه وراح لدكتور اداله انتي بايوتيك، هيقلب كرونيك نون سبيسيفيك ابسس. يعني يعني لو كده بصينا تحت الميكروسكوب هنعرف ان هنا في كرونيك انفلاميشن وبس، لكن ما نعرفش السبب، مش فاهم. ادي الصوره قدامكم اهو لكرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. انتوا شايفين ايه في الصوره دي؟ طبعا انتوا شايفين حاجه، شايفين النقط اللي هي السودا الغنطوطه خالص دي، دي ليمفوسايت. في حاجات نقط اكبر منها شويه لها سيتوبلازم، دي ماكروفيج. يبقى انا شايف ليمفوسايت وماكروفيج، دي بيسموها مونو نيوكلير انفلتريت، يعني اللي هم الليمفوسايت والماكروفيج. حد شايف من ورا في شعر احمر كده؟ ذيس از فايبروس. حد شايف ان في ميه كتير بالخلايا؟ This is minimal fluid edema. حد شايف blood vessel خالص هنا؟ لا، blood vessel wall بتاعها thickened واليومن مقفول مش شايفه خالص. This is end arthritis of midrax. مش لازم تشوفوها، لازم تتخيلوا ان انا جايب صوره وفيها كل ده، بس الانسان يرى ما يعلم. انتوا لسه ما تعلموش حاجه. ايه؟ هل كل الكلام ده بيدل على السبب اللي عمل هذا المشكله؟ This is non specific، لان انا ما عنديش حاجه اشوفها specific تعرفني السبب. And this is called chronic non specific، لان النوع الثاني من انواع chronic inflammation is called chronic specific. يعني ايه chronic specific؟ chronic specific مش بيفولو الاكيوت، هو اول ما يبدا chronic يشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ نشوف الحاجات اللي لسه شايفينها في النون سبيسيفيك. يعني اشوف مين؟ ماكروفيج، ليمفوسايت، بلازما سيل، اندوكرايتس وبترانس، سكاندي ايديم. وبالاضافه لدول اشوف حاجه سبيسيفيك تعرفني السبب. فلو جيت لقيت بالهارزيا اوفر يبقى ايه السبب؟ بالهارزيس. لو لقيت سيليكا يبقى السبب؟ سيليكوس. لو لقيت كازيشا يبقى السبب؟ تيوبركلوز. يعني هشوف بتوع النون سبيسيفيك ولكن هشوف حاجه سبيسيفيك تعرفني الديزيز. فهمتوا حاجه؟ التقسيمه بتاع كرونيك لنون سبيسيفيك وسبيسيفيك معتمده على هل الاثنين هيبقى فيهم الجنرال فيتشر اوف كرونيك انفلاميشن، لكن السبيسيفيك هلاقي فيه حاجه زياده
تعرف. واشهر نوع بالكرونيك سبيسيفيك بيسموه جرانيلوما، لان الجرانيلوما اوما يعني بناين تيومر. الجرانيلوما بقى بناين ولا بنجن تيومر؟ مش تيومر اصلا، مش تيومر اساسا. ولكن هم لقوا كالكوعه والباثولوجي خلق عشان يفسر التيومر، فولع الباثولوجيين بالتيومر وراحوا مسمينها جرانيلوما، وهي ميس نومر لانها مش تيومر. والدليل احنا بناخدها في كارتر اليفيتش. ثانك يو. لو عنده اي اسئله انا بره.